طيب بدينا بسم الله. نيورولوجي. لا لا لا، الصورة واضحة عندكم صح؟ بسم الله. طيب قال what would be قال لك the most appropriate next step in the management. طيب ده عمره 32 سنة كويس. woman brought girl to emergency department by Caesar. She had a history of epilepsy and take xenocarbamazepine. However, قال لك her friend tell you قال لك she was at party and drinking شنو alcohol last night. يا ثانية امشي اقعد هناك في الغرفة. اي اسمع زي ما داير وزي ما تحبي. طيب قال her friend tell you that قال لك عندها كان بارتي وان دريكتينج لاست نايت شنو الكحول لاست نايت. And قال لك unclear if she has taken her medication today or not. كويس؟ يعني شكلها سكرت وما عارفه. طيب she has been قال لك having a tonic chronic seizure tonic chronic seizure despite شنو despite receiving of شنو of buccal ميدازولام ميدازولام. اللي هو اخذت كم 10 ملي جرام ريكتال ديباز برضه واخذت بكر شنو ميدازولام. طيب ان ذا امبولانس في الامبولانس ادوها 10 ملي جرام بتاع ريكتال ديباز. قال لك once IV access is established IV lorazepam is started. برضه بدوا لها لورازيبام ما خلوها ادوها كل الانواع. In the department. Unfortunately, قال لك she continue to seize for 35 minutes. And قال لك is, you know, is status epileptics. يعني بدأت في سيزر مدة 35 سنة. What would be قال لك the most appropriate next step. الزولة دي عمرها 32 سنة عندها history بتاع epilepsy بتاخذ الكاربومازابين ده وكانت في بارتي امس وشربت يعني تماما وما عارف انها اخذت دواه ولا ما اخذت. جات ستوريك كولونيك سيزر في البيت ادوها بكر من الزبدان في الامبولانس ادوها ريكتال دايزبام. وصلت البيت وصلت المستشفى اخذت لها اي في لورازبام لكن شي از كونتينيو تو هاف سيزر ما توقف الموضوع ده تماما. فايش نعمل لها البيشن دي المانجمنت شنو تمام. دي الان دخلت في شنو في ستيتس ابيليكتيك. بس هل نديها اي في كاربامازيبين ولا فينايتوين ولا بروب او فلول ولا صوديوم بالبريت ولا ثيامين؟ نديها فينيتوين بنديهم ده صح فينايتوين. مو فينايتوين أكتم ايوه فينيتوين. البيشن دي مفترض تاخذ شنو فينايتوين. طيب فينايتوين قال ستيتس ابيليبتيكس از تريتد ويز فينايتوين انفيوجن شود بي قال لك جيفن اف نوت ريسبوندنج شنو تو بنزودايازبين. طيب قال لك this patient is status epilepticus and has you know has not responded to benzodiazepine. when قال لك seizure continues longer than 25 دقيقة في الحالة دي مفترض شنو الفينايتون infusion should be initiated. يعني عندك شنو 25 دقيقة. قال لي من 25 دقيقة يعني ممكن تحاول مع السيزر تعدت 25 دقيقة وبعد ده ما عندك حل غير انك شنو to start شنو فينايتون infusion to be initiated and intensive care should be قال لك شنو contact. طيب الكاربامازيبين قال لك is a drug of choice for simple complex focal seizure and can be قال لك used for you know for generalized tonic colonic seizure but قال لك is not used in the treatment you know of status epilepticus تمام. طيب البروف البروبوفول قال لك can be used الناس الخاشين intensive care if الفينايتوين شنو fail to control the seizure. خلاص بعد دانا استخدم البروبوفولول ده اذا كان خلاص بديت خلاص شنو دخل البيشنت شنو على الحته بتاعت شنو بتاعت السيكسيف كير. الصوديوم فالبريت قال لك الفيرست لاين تريتمنت فور نيولي دايجنوز جنرالايز تونيك كولونيك ابليبسي بات ات از نوت قال لك يوز اد اكيوت تريتمنت او ستيتس ابليبسي. يعني نخدم دائما يعني على المدى الطويل لكن في الناس الجايين باكيوت ما نستخدم. السيمين قال لك كان بي كونسيدر اف سيزر از بيليف تو بي ريليتد تو اندرلاينج الكحول. السيامين ده دايما هم الناس اللي بيجوا شنو المشاكل بتاعت الويلك الكفالوباسي والكروسكوف والحاجات زي دي. فاذا كان البيشنت بياخد كتول فور لونج تايم خاشي في وزراور الحاجه دي. نتكلم عن الستيتس ابيليبتيكس. قلنا الستيتس ابيليبتيكس هي عباره عن ابيليبتي ديفاين بحاجتين. البيشنت يكون عنده سنجل سيزر لاستنج مور ذان 5 مينت يعني سيزر واحد اكثر من كم خمسه. او البيشنت يكون عنده مور ذان 2 سيزر مور او 2 سيزر within a 5 minute period without perception retaining to the normal
يعني يا اما سيزر واحده كرر 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 5 دقائق، او سيزر وتبدا معاها ثاني سيزر، المهم يستمر. المجمل انا عندي 5 دقائق، مجمل الدايجنوز عندي 5 دقائق، سواء كان السيزر واحده او تو سيزر اور مور. المهم الاهم ما فيهم انه خلال التو سيزر دي البيشن ما يرجع للنورمال، يعني دي ولا دي طوال. طيب قال لك دي تعتبر شنو؟ ميديكال ايمرجنسي برايورتي، قال لك ديرمينيشن سيزر اكتيفيتي بالحاله دي ويز برولونجد ويل ليد كولكشن تو ايريفيرسبل برين. اذا استمر الموضوع ده فتره طويله حيبلش شنو ايريفيرسبل برين. طيب العلاج بتاعه شنو؟ هتعالجه زيه زي اي حاله بتاعت ار دي اي، تعمل الاي بي سيز بتاعتك الاير واي والاكسجين وتشيك شنو البلوت جلوكوز. تمام ستارت الفيرست لاين دراجز كويس. تستخدم الاي في بنزو دايزبين ده هو الدايزبام واللورازيبام، تبداهم كبدايه. انت قال لك بري هوسبيتال سيتنج تستخدم البي ار الدايركتال دايزبام او البوكال ميدازوليزبام، قال لك بي جيفن. في مستوى المستشفى تدي الاي في لورازيبام، تدي الاي في روبرايز جنرالي قال لك يوز. عزيز قال لك مي بي ريبيتد وانس، قال لك شنو افتر كم افتر 10 ليش شنو ل 20 دقيقه. If ongoing or established status, it is قال لك شنو appropriate to start شنو second line agent. يعني إذا استمرت لأكثر من داي بعد if ongoing status أو استمرت، ففي الحالة دي شنو قلنا شنو نستخدم شنو second line. Second line هو شنو؟ هو الفينيتوين والفينوباربيتال in future. تمام كلها فينو فينو. If no response the patient refractory within 45 دقيقة of the onset، بعد ذاك is best you need to achieve a rapid control of seizure induction collection of general anesthesia، وهو ده الحال بيستخدم فيها البروبوكولون. تمام اذا العلاج يا شباب كالاتي، انه نحن نبدا شنو البيشن، نبدا له بالاي بي سيز الاكسجين الشيك البلط جلوكوز، استخدم الفيرس لاين دراج از شنو از اي بي شنو بيزو دايزبيم. كويس نبدا بيزو دايزبيم، استخدم الدايزبام واللورازيبام. في حالة البري هوسبيتال سيتنج قال لك البي ار دايزبام والبكال ميدالوبزام نبداهم. وصل المستشفى ابدا له اي بي لورازبام، ودي قال لك ممكن تستمر تريبيت شنو لحد بعد 10 ل 20 دقيقة. البيشن استمر بعد 25 دقيقة قلنا قبل، بعد ده بتدخل في السكند لاين اللي هو مسألة الفيناتوين والفينوباربيتال. تمام البيشن استمر 45 دقيقة هو السيزي، ففي الحال بعد ده تحول لشنو لاندكشن اوف جنرال انستيزيا. تمام شباب مسألة واضحة صح؟ طيب شوف نكست ان شاء الله. ها؟ في زول عنده حاجة؟ راح راح طيب تمام قال what is the most appropriate treatment؟ ها طيب عمره 65 سنة ميل كويس. في زول فاضي اقرا ليه السؤال وانا اقرا له الاكسبلانيشن. بقرا معاك انا دكتور محمد الدنيا هادي لحد يلا حياك. طيب بسم الله. 65 year old man is referred to the neurology outpatient clinic due to resting tremor of his right hand. A diagnosis of Parkinson's disease is made. He is otherwise well and is not currently disabled by his symptoms. What is the most appropriate treatment? يعني هو عنده بس يده واحدة فيها resting tremor وdiagnosed بباركنسون وسيمتوم دي ما مزعجاه، فبنديه شنو؟ امانتادين، نو تريتمنت، نيو جينيريشن دوبامين ريسبتر اغونيست اللي هو الروبينيرول، او بنديه بروموكريبتين او انتي ماسكارينك. شكلها ارفع شويه انتي ماسكارين. دقيقه بس. لا لا بنديه، لكن بنديه الروبينيرول ده. الروبينيرول؟ ايوه لانه ما مزعجاه السيمتوم. لو كان مزعجاه بنديه لو كان مزعج او سيمتوم ليفيدوبا، لكن هو ما مزعج منا، قال not currently disabled by his symptoms، فبنديه الروبينرول ده بس. اي لانها لسه بسيطه. الروبينرول ده عباره أيوة. عن ما مزعج دوبامين صح؟ دوبامين اغونست. طيب ايوه نيو جنريشن دوبامين اغونست، استخدم الدوبامين اللي هم النيو جنريشن. قال نايس، قال في 2017 it is now قال لك recommended that you need to use dopamine receptor agonist for motor symptoms that قال لك شنو are not affecting the patient quality شنو of life. طيب باركنسون ديسيز مانجمنت. طيب
قال لك باركنسون ديسيز they are only should be only diagnosed and managed initiated by شنو by specialist يعني the expertise قال لك in the movement and movement disorder كذلك معاهم برضه كويس. however قال لك important for all doctors to be aware about شنو about the medication of the باركنسون تمام giving قال لك the prevalence you know of the condition and nice قال لك publish guideline in 2017 regarding قال لك the management of باركنسون ديسيز الفيرست لاين تريتمنت اف قال لك ذا موتر سيمبتومز ار افكتد ذا بيشنت قال لك كواليتي اوف لايف شنو بنديه شنو ليبودوما اذا كان الموتر سيمبتوم افكت على البيشنت كواليتيز يعني ما زي ده حنبدا بالليبودوما اف الموتر سيمبتوم نوت افكتنج الكواليتي اوف لايف في الحالي استخدم النيو جنريشن دوبامين اجونست كويس اللي هم النان ايرجوت اللي هم مال قدام الجدار ليبودوبا قال لك هرمون امتيدين مينوكسيديز بي انهبيتر تمام مش هسه مفترض يستخدم ذلك لكن يهودا هنا صح يعني نستخدم النان ايرجوت اللي هو الدوبامين اجونست او ممكن نستخدم الليبودوبا او نستخدم شنو المينو امين اوكسيديز تمام شباب وايز قال لك اول دراج اوف تو تريت باركنسون كوز قال لك وايد فاريتي اوف سايد افكت نايس ريفيو تاب تيبلز قال لك شنو تو هيلب ان ذا ديسيجن شنو ان ديسيجن ميكينج طيب نشوف التيبل العجيب ذاك طيب نشوف اول حاجه عندنا الليبودوبا كويس اكثر واحد مشهور ده قلنا من بدايه اذا كان القصه بدات تاثر النيورولوجيكال اللي هي شنو هي الموفمنت بدات موتور سيمبتوم ديسيبل البيشن كويس والدوبامين اجونست نبداه اذا كان شنو اذا كان الموتور سيمبتومز ما مأثر على البيشن زي ده مجرد تريمر وحاجات زي دي والماو بي انهبيتر برضه ممكن نبداه اذا كان شنو السيمبتومز طيب نجي للوبودوبا اللوبودوبا بيشتغل يعني مور قال لك بيعمل مور امبروفمنت في الموتر سيمبتومز عشان كده نحن هنا محتاجين شنو اذا كان البيشن السيمبتوم مأثر عليه او مصعب عليه حياته لانه هو مور افكتيف شنو في الموتر سيمبتومز ان كيس اوف اكتيفيتي اوف داي لاين قال لك مور امبروفمنت حسن كمان الداي لايف لانه السيمبتومز كانت شنو بيأثر على الداي لايف تحت البيشن وده بخليه تشويس نمبر 1 مور قال لك شنو موتر كومبليكيشن وده العيب بتاعه الحمد لله هلا مرحبا مرحبا عليكم السلام خلاص ما في مشكله خلاص انا بس شغال بس اقدر ما في مشكله يلا خلاص طيب قلنا عنده موتر كومبليكيشن بشكل اكبر من هذا تماما ايوه ايوه بس شباب ماشي ده يوم ماما ولا لا يلا هاك امشي احضرك هنا في الوضع طيب الموتر كومبليكيشن قلنا ذا موتر كومبليكيشن بتكون فيه بشكل اكبر الادفيرس افكت يعتبر فيه سبيسيفايز الادفيرس افكت طيب نجي للدوبامين اجونست الدوبامين اجونست يعتبر قال لك يعني ما حيحسن لك الموتر سيمبتومز بشكل كبير يعني ليس امبروفمنت وليس امبروفمنت في الديلي ليفنج اكتيفيتي وده عشان كده بنداه لشنو بنداه للبيشنت اصلا الموتر سيمبتوم ما مؤثر على الديلي اكتيفيتي بتاعته يكون عندهم شنو في هو شنو موتر كومبليكيشن يعني ذاك بالعكس الكومبليكيشن بتاعته اكثر لكن هنا ده شنو الكومبليكيشن بتاعته اقل ومور سبيسيفايد شنو ادفيرس افكت بالذات شنو عمل لهم اكسسيف سليبنج هالوسينيشن قال شنو امبلس كنترول ديسوردر تمام نيجي بعد ذاك للماو شنو الماو بي انهبيتر الماو بي انهبيتر هم نفس الدوبامين they are less improvement للموتر symptoms or less improvement للactivity شنو of the day living or fewer motor complication or fewer شنو fewer specified adverse effect يعني في حته بتاعت ال adverse effect هم احسن حاله شنو احسن حاله من الدوبامين agonist لكن in term of movement improvement in term of daily life activity improvement نفس الشيء فيها in term of motor complication يعتبروا fewer كويس ما عدا بس المساله شنو في السايد افكت بنلقى السايد افكت اكثر في الدوبامين اجونست واقل شنو
وأقل في الماو بي إنهبيترز وكذلك شنو في الليبودوبا. طيب قال لك if the patient continue have a symptom despite optimal levodopa treatment and has قال لك develop dyskinesia then قال لك nice recommendation addition شنو of a dopamine or MAO-B inhibitor or شنو الكاتيكول او ميثايل ترانسفيريز inhibitor as شنو as adjunct as adjust كويس again nice قال لك summarize شنو the point term decision شنو of making when is the patient بعد انه هو بياخذ في levodopa واستمر في المساله بتاعت الديسكاينيزيا كويس في الحاله دي نضيف دواء ثاني نضيف الدوبامين نضيف الماو بي انهبيتر نضيف الجماعه دي. طيب الموتور سيمبتومز نتكلم عن الموتور سيمبتومز بالنسبه للدوبامين انتاغونيست قلنا هو بيحسن الموتور سيمبتومز بشكل كبير بالنسبه للماو بي انهبيترز امبروف قال برضه الموتور سيمبتومز بالنسبه للكومت الكومت انهبيتر improve the motor symptoms بالنسبة للأمانتيدين قال there is no evidence إنه شنو إنه improvement شنو in the motor symptoms بالنسبة للديل activity كلهم ممكن يحسوا لك الديل activity بين المشهر قال الماو بي inhibitor ده ما بحسن الديل activity في الجدول ده شوية في تضارب بينه وبين ده زي مقارنة بالليبودوبا يعني الليبودوبا أحسنه بعد كده في الباقين يعني أحسن واحدة الليبودوبا هنا لاحظت هنا قال لك الموتر سيمبتومز الماو بي انهبيتر they are less improvement in شنو in the motor symptoms هم ايوه هم they improve they improve بس ما بنفس درجة الليبيدو ما فيش حد قوم بيحسن ايوه لما طلع القمت بقى هو قوم بيحسن زي الليبيدو تمام طيب نجي للاكتيفيتي قال لك اوف ديلي ليفينج قال لك امبروفمنت اوف اكتيفيتي اوف ديلي ليفينج امبروفمنت اوف اكتيفيتي كلهم بيحسنوا الامبروفمنت ما عدا شنو الامانتادين لا بحسن الديلي لايف ولا بحسن شنو الموتر سيستم نجي للاوف تايم الليفودوبا قال لك مور اوف تايم ريدكشن بيكون فيها مور اوف تايم ريدكشن كويس الماو بي انهبيتر بيكون فيها اوف تايم ريدكشن وبالنسبه للكومب برضه بيكون فيها اوف تايم ريدكشن الادفيرس افكت بالنسبه للليفودوبا عندنا الانترميديت ريسك اوف ادفيرس افكت بالنسبه للماو بي انهبيتر فيو ادفيرس افكت بالنسبه للكوم انه شنو مور ادفيرس افكتس اما الامانتادين ده شكله قاعد سايت قال ساي لا في ستاديز ولا في شيء تمام الهالوسينيشن يعني بنلقاها اكثر في الليفودوبا مور ريسك وبشكل اقل بنلقاها في الماو بي انهبيتر والكوم تمام اما بالنسبه للامانتي دي ما في حاجه سبيسيفيك بوينت ريجاردينج الباركنسون ميديكيشن قال لك نايس يوز ذا ريسك قال لك اوف اكيوت ايكاينيزيا اور نيوروليبتيك مالينجنت سندروم اف ميديكيشن شنو از نوت تيكن تمام الريسك بتاعت الاكيوت ديسكاينيزيا والنيوروتيك قال لك اذا كان البيشن ما اخذ ممكن اكزامبل قال لك ديو تو جاستروترايتس ولا حاجه زي دي ان ادفايس قال لك اجينست جيفينج البيشن درج ان هوليدي درج هوليدي فور ذا سيم ريزون يعني حاجات كثيره ممكن تخلي البيشن ما ياخذ الادويه بالتالي البيشن يخش لك في اكيوت ايكاينيزيا او يخش لك في شنو نيوروليبتيك مالينجنت سندروم طيب الامبلس كنترول ديسوردر قال لك هاف بيكم سيجنيفيكانت ايشو In the recent year, this قال لك كانوا care with any قال لك dopaminergic therapy but are more شنو more common شنو with dopamine agonist therapy. A history قال لك of previous impulse behavior, history of alcohol consumption and smoking. دي كلها شنو تكون هي. طيب if excessive قال لك daytime sleepiness develop, then the patient قال لك should not drive. كويس هم من الاول زادوا افطر اليوم يسوقوا ميديكيشن قال لك شود بي ادجست تو كنترول السيمبتوم مان فينيل كان بي كونسيدر قال لك اف الترناتيف شنو استراتيجي از فيل اذا بدا ياثر عليهم يعمل لهم تنويم حاجه دي بعدين وقف السواقه ممكن نديهم شنو المودي فينيل ده وحاجات زي دي طيب الاورثوستاتيك هايبوتيشن قال لك مي ديفلوب ذن ميديكيشن قال لك ريفيو لوكينج قال لك بوتنشال كوز كود بي دان if symptom قال لك بيرزيست بعدها استخدم شنو الميدو درين
act galic as peripheral alpha adrenergic receptor in peripheral arterial resistance and conditional prescribed. Consider الاستخدام بتاع glycopyrronium bromide to manage شنو الدرولين of saliva in the people of Parkinson's disease. تمام؟ دي بعض السبيشال حاجات الخاصة يعني احنا لما نبدأ الباركنسون ديسيز ده الباركنسون ميديكيشن ده أتوقع في بعض الحاجات. البيشال اللي بدأ أدوية بتاعت باركنسون عندك مشكلة بتاعت إذا وقف الدواء ممكن يحصل له أكيوت إيكاينيزيا أو يحصل له نيورولبتيك مالينجنس سندروم. فبالتالي قال لك مع العطل مع الجي آي تي مع الحاجات زي دي نازل أتوقع إنه ممكن شنو يا الجاسترويد ممكن أتوقع إنه يجوك بمشاكل زي دي. فأنت لازم تحذره من الحتة دي. الحاجة الثانية الإمبلس كنترول ديسوردر. كويس الإمبلس كنترول قال لك بكم شنو سيجنيفيكانت شنو إيشو في الريسن يير. لانها ممكن تحصل لك مع الدوبامينرجيك ثيرابي. بط قال لك ذا مور كومن شنو اذا الدوبامين اجونيست والبيشنت يكون عنده هيستوري بتاع امبلسيف بيهيفير وكذلك الهيستوري بتاع الكحول كونسبشن. دول كلهم ممكن تحصل لك في شنو في مشاكل بتاع شنو امبلس كونسبشن. الحاجه الثانيه الحته بتاعت النوم انه البيشنت يحصل له ديلي سومولنسيس ينوم. فاذا البيشنت بدا ينوم في الحته دي وقفه من السواقه وديه شنو المونا المودا فينيل ده عشان يساعدك على سنه شنو يخفف المساله دي. مثلا برضه الحاجات اللي بتحصل هي الاورثو ستاتيك شنو هايبوتنشن. واذا البيشنت حصل له اورثو ستاتيك هايبوتنشن كويس قال لك في الحاله دي نقوم نديه شنو نديه شنو نديه الميدو شنو الميدو درين. والميدو درين ده بيشتغل از بريفرال شنو وبازو كريستريكتر على سنه شنو يطلع البيش شنو من الهايبوتنشن بتاعه ده. بالنسبه للدرابلينج اوف سلايفا والحاجات زي دي عشان ما تحصل لهم مشاكل وبعد ذاك حركتهم ففي الحاله دي نديهم شنو الجلايكوبرايم الجلايكوبايرينيوم برومايد. تمام والله اسماء ادويه احنا نحفظ زي بعد ذاك نحفظ في حاجات البارجين ادويه الباركنسون. طيب قال فيرزر انفورميشن ريجاردينج سبيسيفيك انتي باركنسون ميديكيشن ليبودوبا قال لك نيرلي قال لك اولويز كومبايند شنو ويز ذا دي كاربوكسيليز انهيبيتر كاربيدوبا اشنو ان بنسي بنسي بنسيرازا بنسيرازايد حاجه زي. طيب قال لك ذيس بريفنت البريفرال ميتابوليزم اوف ليبودوبا تو دوبامين شنو تو دوبامين او سايت اوف ذا شنو اوف ذا برين ان هيس قال لك شنو كان ريديوس شنو السايد افكت. تمام الكومون ادفيرس افكت بتاعتهم بيعملوا دراي ماوس بيعملوا انوركسيا بيعملوا بالبيتيشن بيعملوا بالظشر الهايبرتيشن هايبوتيشن اللي هو قبيل قلنا قبيل عليه ده وبيعملوا شنو سايكوس. كويس قال لك سم ادفيرس افكت ار قال لك ديو تو شنو ديفيكولتي ان شنو ان اتشيفينج ستيدي دوز اوف ليبيدوما. كويس يعني مرات في سيمتوم نتيجه لانه شنو داي عشان كده قبيل من ضمن الحاجات اللي اتكلم عنها هي مساله شنو مساله ال 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 الاوف تايم المور قال لك مور اوف تايم ريدكشن. فقال لك في الحته دي انه وين احنا وقفنا انه قال لك في الاند اوف دوز ويرنج ويرنج اوف قال لك السيمتوم اوف تايم قال لك وورسن توورد ذا اند اوف ذا دوز انترفال يعني مع نهايه الجرعه قبل الجرعه الجديده البيشن بتبدا يمر الجلد. This result قال لك in declination of motor activity يعني احنا قبل ما ياخذ الجرعه مع نهايتها بالذات كده بتبدا المشاكل تظهر لك. An on and off phenomena قال لك زي a large variation in the motor performance with the normal functioning during شنو during on period and weakness and restricted mobility during شنو during an off period. تمام؟ الديسكاينيزيا كازنيس at the peak لك of the dose. لما نحن ناخذ له في البيك اوف دوز البيشنت بيحصل له ديستونيا بيحصل له كوريا بيحصل له اسيتوزيس وهي عباره عن شنو انفولنتري شنو انفولنتري رايتنج موفمنت. دي 200 ده لما يصل الجرعه مستوى اعلى لها مستوى في الدم صح الديسكاينيزيا دي كيف بحصل لنا هنا صح شباب؟ ايوه بيك دوز يعني في البيك دوز لما أيوة. في نهايه الجرعه البيشن بيبدا تتاثر الموتر سيستم اكتيفيتي حقته ايوه وفي نص الجرعه بيتاثر بيحصل له ديسكاينيزيا اللي هو بيجي بيستونيا وكوريا وشنو
This قال لك effect قال لك may worsen over time and the clinician therefore may limit قال لك الدوز until شنو until necessary. طيب it is important قال لك to know that acutely stop levodopa for example if the patient قال لك admitted to hospital انه تعمل شنو stop levodopa acute stop levodopa is not acute يعني ما توقف طوال. If the قال لك the patient with Parkinson cannot take levodopa orally then can even dopamine agonist في الفترة دي. تديه dopamine agonist. تديه dopamine agonist بعد as شنو as risky medication to prevent المسألة بتاع شنو بتاعة الأكيوت ديستونيا. تمام؟ طيب كيف يا شباب إذا كان البيشن بيحصل له ديستونيا مع البيك بتاع الدوز ولما يقل منه بيحصل له ديستونيا يعني الحتة دي شوية ما واضحة صح؟ إن هنا بقول لك ده دكتور دكتور محمد كل ده من الـ peripheral conversion of levodopa. احنا عايزين ان الليفودوبا ده يبقى في البرين بس. ايوه انا معاك. عشان كده احنا بندي له كاربيدوبا عشان نقلل الـ peripheral conversion في الـ other tissues. طيب انا معاك يا دكتورة. بيقول لك انه هنا اذا كان وقفتها دسكينيزيا الزبيق يعني شوف في البيك دوز ده معناها ده اعلى مستوى للليفودوبا. تمام معناها يعني ده عكس الكلام اللي احنا عايزينه بنديه عشان نقلل الموتور. مستوى ال 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 الدوبامين هيكون منخفض صح في الفتره دي. هيكون مستوى الدوبامين منخفض جدا. تمام كويس. فانت اذا كان مستوى الدوبامين منخفض وهنا عندنا في البيك البيشن حصلت له ديستونيا كوريا واثيريسيس. انا بس عشان كده من قبل حته البيك دي البيك دوز لانه لما اتكلم عن البيك دوز معناها مفترض اتكلم عن اقل مستوى بتاع دوبامين. بيقول لك بيرجع ثاني هنا شنو بيقول لك it is important not to stop the levodopa. اذا انت عملت ستوب للليفودوبا معناها مستوى الليفودوبا قل هيكون مستوى شنو مستوى الدوبامين حيزيد صح؟ تمام. إذا زاد مستوى الدوبامين أنت محتاج تدي البيشن شنو؟ should be given قال لك دوبامين أجونست عشان شنو؟ عشان تقلل شنو؟ الدوبامين كويس؟ عشان تبريفنت الأكيوت ديستونيا. إذا هل الأكيوت ديستونيا هنا نتيجة للزيادة بتاعت الدوبامين ولا هنا نتيجة للانخفاض بتاع الدوبامين هنا؟ عيني يا محمد كيف يعني لو وقفنا الليفودوبا الدوبامين حيقل؟ ما حيقل لكن حيشتغل بشكل اكثر صح؟ بريفرال. والله الحته دي انا بكرهها من زمان وهي مكرهاني السي ان اس لكن بس هيك. Like a levodopa is a class of medication called the central nervous system agent. It works by being converted to dopamine in the brain. طيب حيقل المستوى الدوبامين ما حيزيد كده واضح. شوف يا محمد انت لو وقفت الدوبامين الليفودوبا حيقل المستوى الدوبامين في الجسم. نحن ما قرينا ذات الباثولوجي بتاع الباركنسونيزم. كده لو في زول متذكر الباثولوجي على خفيف عشان هو الدوبامين مش موجود او قليل فاحنا عايزين ندي دوبامين اجونست. ايوه هو في بالانس يا دكتور بين الاستايل كولين وبين الدوبامين. طيب في الباركنسونيزم الدوبامين قليل جدا والاستايل كولين عالي جدا عشان كده هو ده اللي بيعمل لي الريجيديتي. فاحنا عايزين نوازي او نعدل الميزان بين ايه بين الدوبامين والاستايل كولين. نقوم ندي دوبامين اجونست فيقوم يعدل لي الميزان بين الايه الدوبامين والاستايل كولين. هو ده الباثولوجي بتاع الباركنسونيزم. اذا المشكله هي مشكله الدوبامين. الدوبامين قليل جدا فبيخلي ده بيخلي الاستايل كولين عالي جدا فهو ده اللي بيعمل لي الايه الريجيدتي. تمام
هنا قال لك باثولوجي اوف باركنسونيزم، قال لك فكل ده تارجت ناحيه الدوبامين ان احنا نعليه. فين عايزين نعليه؟ في البرين بس، والبريفرال بقى اللي عمال يتحول لدوبامين هو ده اللي بيعمل لي الايه المشاكل كلها، الاون اند اوف والاوف دوز والاكاسيزيا والحاجات دي. احنا مش عايزينها، احنا عايزين تبقى في البرين بس بحيث تعدل لي الميزان الاستايل كولين والدوبامين. إذا قال the pathology of Parkinson's disease، قال لك that the dopamine cell in the substantia nigra is compact. قال لك in late onset of in late onset idiopathic Parkinson's disease the dominantly قال لك inherited genetic variant the cell loss occur is associated. نشوف هنا يمكن نلقى لنا شيء مفيد. صورة كده كانت توضح لنا الشغلة بشكل أكمل. وين الصورة اختفت منكم؟ لا يمكن فلوس ولا شيء. لا مشكلة بنحصلها صبوة يعني. لن نرجع من دونها. عين في البصمة زي الكلام واضح بالمناسبة. الباسمين نرجع على الباسمين يصير والله بس صغيرة كده بس تمسكنا الدرب بس يعني لأنه الموضوع طولنا منه حاسين يعني بدلنا بالتريه منه. طيب قال الموتر كورتيس والسلامس قال دورز الستراتيوم كورديتيت دايركت باسوي وعندك إن دايركت باسوي لا يدا أحسن منه دي أشوفها في الباسمين يصير. طيب هي هنا باركنسون ديسيز فيتشر. طيب قال لك باركنسون ديسيز ذا بروجريسيف نيورو ديجنريتيف كونديشن كوز قال لك شنو باي ديجنريشن اوف شنو اوف دوبامينرجيك نيورون ان ذا سبستانشيا شنو سبستانشيا نيجرا يعني الدوبامينرجيك نيورون اللي هي بتنتج النيورون صح بيحصل فيها شنو بتموت. طيب بيحصل لها ديجنريشن قال لك ريدكشن ان ذا دوبامينرجيك اوتبوت بالتالي شنو الدوبامين حيقلل لنا ريزلت قال شنو ان ذا كلاسيكال ترايات فيتشر تمام لما يقلل الدوبامين الليشن بيدخل في برادكاينيزيا وبيدخل في تريمر اوريجيتيف هيكون عنده برادكاينيزيا وتريمر اوريجيتيف ذا سيمتوم اوف باركنسون ديزيز قال لك ار كاركترستيكلي اسيمتريكال تمام از كاركترستيك شنو اسيمتريكال. طيب the symptom asymmetrical epidemiology قال لك twice more common في المين ودائما الدياجنوز بيكون في عمر كم 65. البراديكاينيزيا قال لك البوفرتي اوف موفمنت اور فوسيس سام تايم قال لك ريبير تو شنو تو هايبوكاينيزيا كل عندنا شورت شف شيفلينج ستيب قال لك ويز ريديوس شنو ويز ريديوس ارم سوينج كل عندهم ديفيكولتي انيشيتنج الموفمنت كل عندهم تريمر كويس التريمر قال ماست ماركت في 3 ل 5 ويرس قال لك ستريس تايرد امبروف اند فولنتري موفمنت تيبيكالي قال لك بتكون بيل رولينج سام قال لك ان هيدنج فينجر كل عندهم ريجيديتي والريجيديتي بتاعتهم يسموها جول ليد بايس وعندهم كوج ويل ريجيديتي ديو تو شنو السوبر شنو امبوز تريمر الكاركترستيك فيتشر بيشن بيكون عندهم ماس فيسز وعندهم فليكسد بوزيشن مايكرو جرافيا درولينج اوف سلايفا سايكاتريك فيتشر مي هافينج ديبريشن ذا موست كومن فيتشر افكت حوالي 40% دي مي هاف ديمنشيا سايكوزيس سليب ديستربنس مي اولسو كير امبيرمنت اولوفاكشن وكذلك المساله بتاعت الريم ستيب بيهيفير ديسوردر الفتيج الاوتونوميك ديسفانكشن بوزيشنال هايبوتنشن الدراج انديوس باركنسونيزم قال لك هاز سلايتلي ديفرنت تدشنون في باركنسون ديسيز عندنا الموتر سيمتومز ار جنرالي قال لك ربيت اونست اوف بايلاتر ريجيديتي ستريمر اند كابو الدايجنوزيس قال لك يوجوال كلينيكال
However, قال لك the diffuse differentiating قال لك between an essential tremor and Parkinson's disease are recommended to you. المهم القصه كلها ونهايتها انه السبستانشيا نيجرا دي في حاجه اسمها الدوبامينرجيك نيورون دي بتنتج الدوبامين عشان الدوبامين ده يمشي للغضب لما يحصل فيها دي جنريشن في الهيريا دي كويس بيقوم شنو بعد ده ما يكون ما عندنا دوبامين الدوبامين لما يكون ما موجود البيشن بتحصل له ثلاثه حاجات تحصل له برادكاينيزيا ويحصل له تريمر ويحصل له شنو ريجيديتي كويس ودي هي شنو السيمتومز بتاعت شنو بتاعت الباركنسونز تمام لكن طيب كيف يقول لك السيمتوم اوف باركنسون ار كاركترستيك اسيمتريكال يعني ممكن تكون في جنبه واحده معناها دي هي المساله دي هي بتنتج دوبامين ولا من هناك لما هي تستقبل الدوبامين الحركه بتكون من هناك يعني ممكن تكون مصابه سبستانشيا ناجر باتجاه واحد يكون الحته سيمتريكال بهنا تكون مصابه بهنا neurodegenerative condition by شنو by degradation of dopaminergic neurons ما ما هو بيبقى مش متساوي بالظبط يا دكتور محمد هي الحته كلها في الحته اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي الامبالانس بين الدوبامين والاسيتيلكولين الحته دي اهم حاجه هي دي الخلاصه بتاعت الباركنسونيزم باثولوجي ودي مش مكتوبه بس انا بحثت فضلت ابحث عليها لحد ما لقيتها ايوه ما انا معاك دكتور احنا معاك دي حاجه ثانيه نحط في بالنا ان في لان الدوبامين ده والسيروتونين دول اسمهم هرمون السعاده عشان كده هو ده اللي بيعمل لي الايه ريلاكسيشن والسموزنس بتاع المصل وبيقلل لي الريجيديتي ويقلل لي الحاجات دي فاحنا لو حطينا في دماغنا الحاجات دي هنعرف نمشي في ال طيب اذا كانت احنا معاك لكن اذا كانت المشكله هرمونال تمام في السبستانشيا نجرا مفترض يكون السيمبتومز سيمتريكال تكون بايلاترال مش بتضربها مش كل النيورونز بتبقى يعني شارب حته واحده متدمره يعني وحصل لها ديجنريشن انا معاك لكن المنطق يقول انه اذا كان المساله دي نتيجه للافراز السكريشن بتاع الدوبامين مفترض تكون لكن طالما انه المساله هنا يعني الموفمنت او المسؤوله من الموفمنت السبستانشيا ناجري شكله يعني احنا في حته شنو هنا اللي هي شنو هي الدوبامين ديجنريشن حاصل نيورون هل اذا حصل مثلا دوبامينرجيك نيورون ديجنريشن في اتجاه واحد بيضرب الاتجاهين ولا انه مش شرط يضرب الاتجاهين لان انا عندي يمين وشمال وعندي السبستانشيا نيجرا نفسها مش متماثله هي بتبقى كوجويل مثلا في دراع واحد في رجل واحده في الدراعين في يعني حسب النيورون ما بتبقى افكتد اذا معناها المساله هي مستقبلات وليس هرمون صح يعني المشكله هي ما نقص بتاع دوبامين وانما نقص في مستقبلات الدوبامين في السبستانشيا نيجرا ما هو دي جنريشن للنيورون مش الدوبامين ما حصل جنريشن يبقى الدوبامين مش مأثر خالص لا معناها البيشنت عنده دوبامين موجود ما انا بس انا انت عارف انا الان الحته اللي قافل لي راسي شنو لا هو الدوبامين بينتج وين البرودكت بتاع الدوبامين ينتج ذات فهو مش موجود طيب في دوبامين ديفيشنسي طيب دوبامين اذا في دوبامين ديفيشنسي اذا في دوبامين ديفيشنسي مفترض تكون المساله بايلاترال صح؟ لا يا دكتور ما هو لما بيحصل اي مشكله بتبقى بايلاترال وكده قال الدوبامين سيسس قال لك بيجن اد امينو اسيد فينيلالانين ات بروسيد سيكويشلي قال لك ثرو ذا تايروسين دوبا ان دوبامين تايروسين هيدروكسيل ريت قال لك دي باسوي صح طيب مين برودكشن سيسس في برين
طيب قال الدوبامين سيسيسيس اكل من عندي قرايه. طيب الدوبامين قال اذا اقرا بس شويه شوف خلي بس الشوط الثاني دي ايش خبره اقرا الكلام ده شويه ما انت فاهم تسيرش هو ده نفس اللي فات لانه نحن اذا قدرنا حددنا المساله دي وين اتفقنا بعد ذاك العلاج بتفهم محمد انت ما عملت سيرش اعمل لكلمه دوبامين سنسس باس بين بريندي سيرش عشان تجي قال لك الدوبامين سيساين ان ذا نيرف تيرمينال فروم ذا تايروسين ويتش ترانسبورتد اكروس البلد برين بارير we are going to exclude change between the tyrosine and the tyrosine pool that you know that represent as a source of tyrosine in terminal معناه الانتاج ده ما الانتاج ده ما بتم في السبستانشن ليه نعرف وين عشان ايوه عشان الانتاج ده في النيرف تيرمينالز وهي حصل فيها ديجنريشن في السبستانشيا نيجرا عشان كده هو مش موجود يقوم الأستايل كولين يشتغل ويعمل لي الريجيديتي اللي الراجل بيبقى فيها دي عين يا محمد ريديوز في السبستايل نجرة والبنترال تيجمنتال اريا في الهايبوسالاموس اوف ذا برين اذا بينتج في الهايبوسالاموس والسبستانشيال نجرة جزء من الهايبوسالاموس والسبستانشيال نجرة ايوه ونحن عندنا اثنين سبستانشيال نجرة في البرين صح؟ تمام لا يعني هي جزء متقسم حتتين يعني عندنا اثنين سبستانشيا نيجرا صح؟ يعني هي واحدة متقسمة واحدة بس؟ لا هي موجودة في التو كورتكس في الجنب ده والجنب ده ايوه يعني كأنها سيمتريكال هنا وهنا ايوه هي موجوده في الاتجاهين اللي هي دي هنا وهنا سبستانشيا نيجرا في اتجاهين اللي هو شايف هنا سبستانشيا نيجرا سبستانشيا نيجرا في الاتجاهين بتاعنا البرين طيب نحن خلينا فرضا قلنا انه داير شنو يا تعلم طيب اصبري واحدة الله كهرباء الكهرباء ما انا اقول لكم انه الباركنسونيزم ده بس احنا اذا عرفنا المشكله هل هي نقص في دوبامين الان الموضوع ده كانه الان عندي تو سبستانشيا نيجرا كويس التو سبستانشيا نيجرا ديل الاثنين شكلين هم المسؤولين سيمتريكال دي جنريشن عشان كده بيكون اي سيمتريكال معناها المساله هي مساله بتاعت مستقبلات وليس انها مساله بتاعت دوبامين برودكشن لانه الدوبامين برودكشن ممكن هايبوثالامس الان حسب البحث ده سبستاين قال لك ابارت اوف ذا برين قال لك ذات هيلب تو كنترول تو كنترول يور موفمنت خلاص وصلنا زيها وزي السيريبيلم انضربت حته بهناك هتعمل لك مشكله بهنا انضربت بهنا مسؤول مش هنا ات از بارت قال لك اوف بيزل جانجليا ا جروب قال لك اوف استراكشر ذات فورم ا كونكشن اوف ذا سيركت ثرو ذا يور برين السبستانشيال نيجرا قال لك it is important to code the rule in your, you know, in your movement and it how you know, influence, you know, influence your brain chemistry. طيب دي السبستانشيال نيجرا هنا موضوع حلها هنا اللي هي هنا وبنلقاها هنا اللي هو قال لك في الحته دي قال لك what does substantia nigra do؟ substantia nigra قال لك it's a substantiary قال لك it's a part of your basal ganglia forming a connection of different part of your brain يعني عبارة كأنها هي زي منصة كده بتلاقوا فيها الحاجات it produces dopamine
كويس، هي ذاتها يبرديوس دوبامين ويتش كنترول الموفمنت اوف ذا ماسل. يعني من هنا هي ذاتها بتنتج دوبامين وبتوديه في اتجاه شنو؟ في اتجاه الحته المسؤوله منها. سبستانش انا قال لك has two different section and they have شنو؟ A different role in the connection. The two section they are SNN قال لك bar reticular قال لك this is a connection relating to the movement of your eyes and your ability شنو to learn things. The cell قال لك in this area of your brain hold the chemical called شنو الجاما أمينو بيوتريك أسيد. This قال لك chemical inhibit the activity of your brain. طيب your قال لك brain use قال لك direct and stop the signal that شنو decided. يلا دي الأولى دي اللي هي SN bar reticulata. نجي للSN bar شنو compactor. قال لك النيورون hold the chemical. hold شنو الكيميكال هي بتصنعها وبتشيلها معاها. hold the chemical that why قال لك this section has a connection that involve your شنو your emotion والability of learn وكذلك شنو and your death risk and شنو and reward and your شنو your motivation and more. تمام substantia regra خلاص اللوكيشن بتاعها عرفناه في الصوره الكالر بتاع substantia نيجرا how it speaks تمام مشكله what is substantia نيجرا made of قال تتكون من نيورون وقال لي السيل النيورون قال لك this is قال لك your brain nerve transmitted through كده 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 والقال لي السيل قال لك these are support شنو your nervous system why قال لك does not شنو transmit it really nervous system طيب طيب قال لي what is the common condition disorder affect the substantia nigra عندنا الزهايمر ديزيز لانه المساله كبيره قلنا شنو فيها حتى المساله بتاعت الفهم وكل الحاجات دي هي مسؤوله منها ايوه 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 فبالتالي بيش ممكن يجي بالزهايمر ممكن يظهر منها برين تيومر الكونكشن قال لك ان تروماتيك برين انجريز برضه والبوز البويزن والتوكسين برضه ممكن تاثر عليها الانفكشن الانفلايتس الانفلاماتوري ان اوتو اميون كونديشن لايك لوبس والانهيرتد كونديشن لايك هانتنج ديزيز واللوي بادي ديمشيا برضه والمالتيبل سيستم اتروفي والباركنسون ديزيز والبروجريسيف سوبران نيوكليا بالسي والنصب طبعا محمد معلش خش الباركنسون دي احتمال الوصف السيرولوجي بتاعه واضح طيب نخش في الباركنسون طيب قال باركنسون is age related degeneration of the brain condition meaning قال لك it causes as part of your brain disease it is best قال لك of causing short movement tremor most common happen for unknown reasons but قال لك some inherited the condition curable but you know but there are many different treatment options السيمبتومز والدياجنوزيس والمانجمنت والبريفنشن والاوت بروجنوزيس طيب نشوف السيمبتومز وات باركنسون ديزيز خلينا اتكلمنا عنه قال وات ذا افكت قال ذا ريسك لك اوف ديفلوبينج باركنسون ديزيز ناتشورالي انكريز ويز ايج اند افريج ايج اللي هو عباره عن 60 سنه سلايتلي قال لك مور كومونلي ان مين بيبول قال لك ديزاينيتد ميل at first. Then the women قال لك more people with female at first. While قال لك Parkinson disease is used age related, it can be in adult and young as well. So قال لك extremely قال لك rare and often you know, people you know, have, you know, have apparent full sibling child and then. تمام؟ دي الحاجات بتاعته البيشن بيكون عنده حاجات دي ونجي مره بعدين. How common is the condition? How does the condition affect my body? طيب يمكن نلقى في حاجة قال باركنسون is specific area of the brain called basal ganglia to deteriorate. As قال لك area that you lose ability of those area once born. A research قال لك have uncovered that Parkinson disease cause as a major shift of the your brain biochemistry. Under قال لك normal systematizes your brain قال لك use the chemistry known as neurotransmitter to control your brain cell اللي هم النيورونز communicate each other when قال لك the Parkinson disease you do not have you do not have one of the most important شنو neurotransmitter طيب قال لك when your brain send activation signal and that tell you tell muscle move
It is going to fine tune your movement using a lecture cell that requires dopamine. That why lack of dopamine cause slow movement and tremor symptoms of Parkinson's disease. As galactic Parkinson's disease progress, the symptoms expand and intensity galactic later stage of the dopamine often affect how, you know, how your brain function, causing, you know, dementia like symptoms. إذن يا جماعة الآن عندنا شنو؟ عندنا two substantia nigra. كويس؟ لا نتفق وأنا أقول الكلام الملخص بعد ذاك. عندنا two substantia nigra. التو substantia nigra دي بتقوم بوظيفتين، نتكلم بس فقط عن الباركنسونيزم. إنها هي بتنتج دوبامين وبتوزع الدوبامين لشنو؟ للبارتي بتاعها. فإذا انضربت السبستانشيا نيجرا دي حيقل إنتاج الدوبامين وحيقل شنو؟ التوزيع الكونكشن بتاعه لشنو؟ يعني هي بتقوم ب بوظيفتين مع بعض، انها بتعمل تصنيع وبتورده في نفس المحل. بالتالي ده اتوقع انه اذا كان المشكله في حته واحده ممكن يكون عندي شنو؟ المساله بتاعت الاسيمتريكال اللي هي الان بقت بالنسبه لنا مقبوله. كويس؟ طيب دي الان شنو؟ خلاص المساله بتاع السبستانشيا. البيشن حصل له باركنسون هيجي بشنو؟ طيب هيجي قال ب ب ب ب بوسيبل قال لك ايرلي نون موتر سيمتومز، ممكن يكون عنده loss of sense, smell, يحصل له drawling, يحصل له constipation of the gastrointestinal problem, ويحصل لهم sleep problem such as wrestling leg syndrome يبدأ يحرك رجوله, ويكون عندهم mask like شنو facial. ال common motor related symptoms ممكن يحصل لهم cogwheel rigidity, cogwheel movement أو slow movement, tremor في الهاند, rigidity في ال في ال في الهاندز, في الالبو, في الجوين, يكون عنده blinking less often than usual. كويس؟ البلينكينج بتكون شنو؟ يعني ما يقدر يحرك عيونه بالشكل الكافي. يكون عنده مشكله في البلع، ما يقدر يبلع. يكون عنده unstable position or شنو؟ or working gait. يعني انها في النهايه substantia nigra دي حتضرب كل الجسم. يعني المساله باركنسون ده ما فقط نحن زي ما فاهمين انه المساله بس بتاعت movement وموتر problem. يعني ممكن تضرب كل شيء، النوم بتاعك، السنس، الدايجستيف سيستم، السايكولوجيكال بتاعك، البلع، عيونك، يديك، كل شيء. تمام؟ اذا الاداء ده السبب اللي خلى الناس انه تستخدم شنو؟ الادويه. نرجع نقول كلامنا القديم انه نحن بنستخدم الان الليفودوبا. شنو قلنا شنو؟ شنو؟ الليفودوبا دوبامين اجونيست عشان نعلي الدوبامين. دوبامين اجونيست على سنه يعلي الدوبامين في الاريا دي. بالتالي اذا كان البيشن يعني 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 وين احنا وقفنا وين هنا؟ وعشان نقلل البريفرال كونفرجنت ده للدوبامين والدوبامين يبقى في البريفرال تيشوز، نقوم ايه نستخدم معاه اللي هو الكاربي دوبا. تمام. إذا نحن كلنا رجعنا للبوينت اللي هي الاريا بتاع شنو؟ بتاعة الديسكاينيزيا دي. إنه لما أنت تستخدم الليبودوبا في البيك بتاعتها، يعني لما نكون البيك بتاعها حيكون عندك هاي دوبامين، صح؟ تمام. حيكون عندك هاي. هل اتفقنا على شنو محمد؟ إنه السبستانشن هي بتصنع دوبامين وبتوزعه. بتصنع دوبامين وبتوزعه. يعني هي بتوزع، عشان كده لو ضربت فيها واحده من البنين ممكن تاثر تجيك اسيمتريكال، الجزء الثاني شغال يصنع وماشي يودي لناسه، كل واحد يوزع لناسه ما في زول بدي الثاني. فبالتالي قال اذا كان البيشن عنده ديسكاينيزيا ات ذا بيك دوز، قال استونيا كوريا اثليتيزيس انفولنتري رايتنج موفمنت، البيشن حيخش في الاريا بتاع شنو؟ بتاع الديسكاينيزيا وكوريا واسيروز. واذا كان البيشن ادميتد، كان البيشن ادميتد وي هاف تو نوت ستوب الليبودوبا. كويس؟ لانه اذا وقفنا الليبودوبا كويس، قال لك كان مفترض ندي الدوبامين اجونست باتش. كويس؟ از ريسكي ميديكيشن تو بريفنت الحته بتاع شنو؟ انه البيشن يخوض في اكيوت ديستونيا. وان كان الان ما واقع لي الكلام لكن نمشي ونقراها في محل ثاني. طيب ريسبتر قال دوبامين ريسبتر اغونيست، اجي بعد ذاك للدوبامين ريسبتر اغونيست. طيب حندي البرومو كريبتين وندي الروبينيدول وندي الكابريبول
والابو برو الابو مورفين اللي هو ده دائما اللي هو شنو ابو المورفين ده يعني هو قريب للمورفين. عندنا الارجو ديريفيتيف دوبامين ريسبتور انتاغونست قال برومكريتين والكوك والكابريوبلين قال لك هاف بين اسوشييتد وذ شنو وذ بالمونري ريترو بروتينيال ان كارديك. مين بيعملوا فايبروز ديل في البلمونري والريترو بروتينيال وفي الكارديك اللي هم ديل منو ديل بيسميهم الاولد الارجو ديريفيتيف الجيل الاول اللي هو ده فيه حاجتين فيه البرومكريتين وفيه شنو الكابريوبلين. طيب قال لك the committee on safety medicine advice an echocardiogram ECR creatinine and chest X-ray should be قال لك obtain prior شنو أيوه closely شنو closely monitored تمام patient that should be closely شنو closely monitored. طيب patient قال لك should warn it about the potential of dopamine receptor agonist cause قال لك in plus control disorder يعني دي حاجه الناس لازم يعرفوها انه تكلم ويقول له يعمل لك دايلس سامواليكسس خليك تنوم ويعمل لك امبولس كنترول شنو disorder مور لايكلي قال لك ذا ليبودوبا كان كوز هلوسينيشن يعني برضه بيعمل هلوسينيشن اكثر من الليبودوبا ويعمل نيزل كونجستشن ام بوزيشنال هايبوتيشن اولسو في سام بيشن يعمل برضه ده قلنا بيعمل شنو بوزيشنال هايبوتيشن. طيب نجي للحته بتاعت الماو الماوبي الماوبي ده قلنا شنو اللي هو السيلينجلين السيلينجلين ده inhibit شنو البريكداون اوف دوبامين secreted by شنو by the dopaminergic neuron معناه في دوبامينرجيك نيورون ثانيه غير السبستانشيا ناجرا هي بتنتج لنا شنو بتنتج لنا دوبامين. انا لما ادي السيلينجلين ده هحاول انه الدوبامين تم انتاجه ده ما يتكسر اذا مستواه ثابت في الجسم عشان اقدر استفيد منه شنو في الحته شنو بتاع شنو السبستانشيا ناجرا اللي هي عويضه فيها كويس. الماو انهبيتر ما بتضيف اي شيء بس فقط تمنع التكسير بتاع الدوبامين. بيذكرك شنو بيذكرك الانكريتين ده يا ناس الانكريتين الدي بي بي 4 في في في, في السكر يعني انه يمنع البريك داون بتاع بتاع الجلب ده. طيب الامان تدين قال لك ده ميكانيزم از نوت فولي انترستود هو اصلا ده بتاعني بتاع انفلونزا لكن فجاه كده ظهر انه ممكن يستخدمه ايوه انهبيت قال لك ات از ري ابتيك دوبامينرجيك سينابسيس السايد افكت بيمكن البيشن يجي باتاكسيا وستارت سبيتش وكونفيوجن وديزينس وشنو وليبيدو ريتيكولاريس اعمل مشاكل اتاكسيا وستارت سبيتش وكونفيوجن وديزينس وليبيدو ريتيكولاريس. نيجي اخر حاجه شنو الكومت. طيب الكوم ديل بيسموه شنو بيسموه الكاتيكول او ميثايل ترانسفريز انهبيتر. يلا الكومت ديل عندنا فيهم حاجه اسمها الانتاكابون الانتاكابون والتولكابون انتاكابون والتولكابون. الكومت عباره عن انزيم انفولد قال ان ذا بريك داون اوف دوبامين اند قال لك هنس قال لك مي بي يوز شنو از ادجنت تو شنو تو ليبودوبا ثيرابي use gal in conjunction with the levodopa in patients you know with you know with established with established Parkinson's disease تمام برضه بتمنع البريك داون يعني شغله قريب لشنو المونو اكسيديز اللي شنو الماو انهبيتر. طيب الانتي ماسكرينيك ده اللي بيعملوا بلوك للادرينرجيك ريسبتور اللي هو بيتكلم عنه الدكتور يعملوا بلوك للادرينرجيك الكولينرجيك ريسبتور قال لك now they are used more to treat شنو a drug induced Parkinson. لو كانت المشكلة من الدرجز فالآن بنستخدم شنو الأنتي ماسكرينينج rather than شنو الإديوباسيك Parkinson disease help قال لك شنو في المسألة بتاعت التريمر والريجيديتي. وعندنا شنو البروسايكليدين اللي هو بنستخدمه في الأوبن أنجل جلايكوما وعندنا البنزوتروبين وعندنا التراي هيكسي فينيديل اللي هو بيسمي شنو البنزو هيكسون البنزو هيكسون دي الدوبامينرجيك نيورون هذا سبستانشيا نيجرا قلنا انه التايروسين بيتحول ل ل ل ل دوبا كويس شكل الموضوع يبدا من هنا يبدا من هنا ولا يبدا من هنا بيبدا من هنا. طيب ان اريا سام واير ما معروفه محلها وين المهم في البلط في البلط في البلط برين بيريا في البلد برين بارير
كويس بر البلاد برين بارير بيجي قال لك الكاربيدوبا. الكاربيدوبا بنلقى عندنا نحن الدوبامين كويس، والكاربيدوبا بيتحول لحاجه اسمها الدوبا ديكسوبريليز. ولا ده شنو ده؟ انا ما فاهم حاجه. هو بيحصل يا دكتور بره البرين وجوه البرين، فالكاربيدوبا ده احنا بنديه عشان يمنع لي الايه الدوبامين اللي بيتحول بره البرين. انا مش عايزه دوبامين يطلع لي يبقى زياده بره البرين، انا عايزاه ازوده في البرين بس. يبقى الكاربيدوبا انا بحطه مع الليفودوبا عشان يمنع لي الكونفرجن بتاع الدوبامين ان هو يعلى بره البرين، يخلي الليفودوبا يشتغل على جوه البرين بس اللي هي على النيورون دي. طيب اذا عندنا نحن الكاربيدوبا ده كويس، عندنا نحن ال دوبا، شكله ال دوبا ده اللي هو نحن ال دوبا قال عن طريق الدوبا ديوكسيدوبا بيتحول لدوبامين، وعن طريق الدوبا بيتحول ل كويس. طيب طيب ال دوبا ده بيخش لك جوا عن طريق ال امينو اسيديك ترانسبورتر. ال دوبا بيقوم بخش شنو؟ بخش ل الدوبامينيك نيورون في السبستانشيا نيجرا، معناها السبستانشيا نيجرا لا زالت موجوده، بيخش جوا التيروسين بيتحول ل ال دوبا، ولا التيروسين المهم ل ال دوبا، والال دوبا عن طريق اللالا دوبا ده بيتحول لشنو؟ لدوبامين. الدوبامين ده بيطلع من البادي فوق وبيمشي بعد ذاك في اتجاه شنو؟ في اتجاه السينابتيك. طيب في اتجاه السينابتيك هنا عندنا الكومبت انهبيتر، وعندنا الماو انهبيتر كويس، وعندنا الامانتيدين بيشتغل هنا، وعندنا الماو بي انهبيتر بيشتغل هنا، والدوبامين اجونيست بتشتغل هنا، انها بتحفز لنا شكل المساله بتاع شنو؟ بتحفز الشغل بتاع الدوبامين هنا كويس. والامانتيدين والجماعه ديل بيشتغلوا هنا على سنه يزيدوا لنا الافراز الخلي بتاع الدوبامين، كذلك نفس الرول بيقوم به شنو؟ بيقوم به الماو انهبيتر والكومبت، دي كلها مجموعه بتشتغل على الحته دي كويس. هو كذلك البتاع ده ملولو لولو وشينا خلاص امشي اقوله كويس والله ايه دول جرافيه لاول مره اكتشف انه الموضوع ده يعني ملولو. المهم كمختصر للكلام يا شباب لأدوية الباركنسون، أي موضوع هنا والله كمختصر للكلام لأدوية الباركنسون، إنه يا جماعة الباركنسون ده يعني عشان تبدأ العلاج بتبدأه على حسب وضع البيشن. إذا البيشن لقيته عنده سيمتوم أفكت الحياة بتاعته أديه ليفودوبا، لقيت بيشن السيمتوم ما أفكت الكواليتي أوف لايف بتاعته ممكن تديه دوبامينرجيك أجونست. بالذات ممكن نستخدم النون أرجوت اللي هي ما بتعمل مشاكل بتاع فايبروزيس، تستخدم الليفودوبا والمونامين المونامين أوكسيديز بي إنهيبيتر. في أدوية كثيرة الناس بتستخدمها عندنا الليفودوبا والدوبامين أغونيست والماو إنهيبيتر. بشكل عام الليفودوبا أفضل في حتة بتاعت إنه يحسس يعمل إمبروفمنت للسيمتوم ويعمل إمبروفمنت للدي لايف، لكن أسوأ في حتة إنه يعمل موتر كومبليكيشن مقارنة بالدوبامين أغونيست مقارنة شنو بالماو بي انهيبيتر. in area of side effect يعتبر الليفودوبا والماو بي انهيبيتر أقل خطورة من ناحية بتاع السايد افكت مقارنة بالدوبامين أغونيست، لأنه الدوبامين بيعمل مشاكل بتاعة سليبينج، بيعمل هالوسينيشن، بيعمل امبلس كنترول شنو ديسوردر. مهم جدا إنه البيشن اللي بياخد في الـ في الـ في, الـ في الادويه بتاعه الباركنسونيزم دي قال لك they have to continue كويس. if the patient continue to have symptoms كويس مع الليفودوبا انا احتاج انه اضيف السكند دراجز، والسكند دراجز حلعب في نفس الشيء، بديت ليفودوبا البيشن ما استجاب حضيف دوبامينرجيك أجونيست، حضيف مساله بتاعه شنو بتاعه ماو بي انهيبيتر، حضيف كاتيكول او ميثايل كومباكت، المهم حلخبط بيناتهم. كل الدراكسي دي سواء كانت دوبامين سواء كانت ماو بي انهيبيتر سواء كانت كومبت سواء كانت ايفا ليفودوبا كلها بتحسن ليه بتعمل تحسن امبروفمنت في الموتر سيمتومز،
كويس ما عدا الامانتيدين، وكلها بتحسن الديلي لايف، لكن ما عدا الماد، لكن بشكل اقل من من الليبودوبا. وكلها ممكن يكون عندها اثار شنو بتاعت اوف تايم ريدكشن، يعني مع مرور الوقت بتاثر الكونسنتريشن بتاعها، ما عدا الامانتيدين اللي هو ما معروف. والادفيرس افكت كويس كلها بتعمل ادفيرس افكت، لكن الادفيرس افكتس بنلقاها بشكل اكبر في البومت كويس، بنلقى عنده مور ادفيرس افكت مقارنه بشنو بالدوبامين اللي هو بيعمل انترميديت، وفيور افكت في الماوبي. الهالوسينيشن ممكن نلقاها اكثر في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدوبامين، ونلقاها بشكل اقل في شنو في اللي هو في الكومبت وفي الماوبي. في حاجات مهمه جدا احنا اي زول بدنا له علاج بتاع ماركنسون نركز على انه البيشن ده ممكن يكون عنده ريسك بتاع اكيوت ايكاينيزيا او نيورولبتيك مالجنت سندروم. اذا في يوم من الايام قرر انه يوقف الدواء كويس، ممكن يحصل له طوال يخش في نيورولبتيك مالجنت سندروم ويخش في ايكاينيزيا. ممكن برضه يخش في الحته بتاعت سندروم ديسوردر، ودي قلنا دائما شنو بدات تظهر في الفتره الاخيره بالذات شنو الناس اللي بيستخدموا شنو دوبامين، شنو دوبامين ثيرابي كويس. وكذلك برضو الناس اللي عندهم هيستوري بتاع شنو بتاع امبالسيف بيهافير او عندهم كحول كونسومشن او حاجه زي دي. مهم جدا انا ننبه الناس دي بالذات الدوبامين ولا الضو ممكن يعمل لهم مشكله بتاع السليبنج، ينوموا اثناء اليوم بالتالي ما يسوقوا ما يغودوا، وممكن نديهم شنو الموضة فينيل على سنه يقلل لهم المساله بتاعت النوم دي. برضو مهم جدا ممكن يحصل لهم اورسو ستاتيك هايبوتنشن بالذات ال فبالتالي الناس دي محتاجين شنو محتاجين لميديكيشن تساعدهم زي شنو زي الميديو درين. برضو ممكن يكون عندهم مشكله بتاعت سلايفا كجزء من السيمتومز بتاعت باركنسون، يكون دريبلينج اوف سلايفا، بالتالي نديهم شنو جلايكوبرونيوم بروميد على سنه يقللنا السلايفا. تمام. في كل دواء عنده سبيسيفيك عنده حاجات معينه خاصه به، يعني مثلا الليبودوبا كويس اولويز قال لكم كومباين شنو عباره عن شنو ده دي كاربوكسيليز انهيبيتر ناس كاربيدوبا ولا هو شنو البنسزرايد كويس، ديل بيستخدموا عشان تو بريفنت البريفيرال ميتابوليزم اوف ليبودوبا اند تو شنو تو دوبامين اوت سايد البرين اند هنس قال لك شنو كاريديو شنو السايد افكت. الكومون ادفيرس افكت بتاعت الليبودوبا هي الدراي ماوس الاناروكسيا البالبيتيشن البوزيشنال هايبوتنشن والسايكوزس كلها. سم ادفيرس افكت قال لك ار ديو تو شنو ديفيكولتي ان اتشيفينج ستيت دوز، يعني احنا ما نقدر نصل للدوز الاوبتيمال بتاعت الليبودوبا، فبالتالي هيحصل لهم مساله بتاع شنو الاند دوز وينينج، يعني مع نهايه الدوز يبدا الاعراض ترجع لهم لحد ما ياخذ الجرعه الثانيه. يحصل له اون اند اوف فينيمنا وهي عباره عن لارج فاريشن في الموتر بيرفورمانس كويس، بالذات مع الـ مع الـ مع شنو مع مع نهايه الجرعه البيشن ممكن يخش في ديسكاينيزيا، يخش في ديستونيا في الحته بتاع شنو بتاعت البيك دوز بتاعته كويس. الايفكت قال لك ميبي ورسن اوفر تايم، يعني كل فتره، عشان كده الكلينيشن قال لك ذا فورم شنو مي ليميتد دوز انتل شنو انتل شنو نيسيسري. كذلك البيشن اللي تنوم ما مفترض نوقف منه الليبودوبا، اذا وقفناها نقوم نحط البيشن شنو في دوبامين اغونست كوضع مؤقت عشان البيشن شنو ما يخش لك في مشاكل بتاع شنو بتاعت الكيوس ديستوريا. بالنسبه للدوبامين الريسبتر عندنا تو تايبس، عندنا الارجوت وعندنا النير ارجوت، والارجوت دي عيبه انها بتعمل لك شنو فايبروزيس في البولمونري في الريتروبروتينيا وفي الكارديال، فبالتالي مثال ليها البروبوكريتين والكابريكولين. إذا اديناها للبيشن وي هاف تو بي كير، نعمل له كل فتره ايكو، نعمل لهم اي سي ار، نعمل له ستكس ري عشان شنو نطمئن على البيش بتاعنا ونعمل له كلوز مونيتورنج. النن ارجوت دي بنزعل ليها شنو الروبينيدول وكذلك شنو الابو مورفين. تمام. البيشن شود بي ورن اباوت شنو اباوت البوتنشال اوف شنو اوف دوبامين ريسبتر اجونست، لانه قلنا اكثر واحد بيعمل شنو بيعمل امبلس كنترول ديسوردر and excessive daytime sleepiness بخلوهم ينوموا كثير، وبالتالي الزول اللي بياخذ دوبامين ريسبتر اغونست السواقه بتاعته لازم تكون شنو بحذر. مور قال لك likely than levodopa the cause of hallucination in older شنو
in older patient يعني إنه بيعمل hallucination بالذات الناس الكبار وبيعمل nasal congestion وبيعمل positional hypertension ودي كلها. الماو انهبيتر ده قلنا الماو انهبيتر ده دوره شنو؟ هو بيمنع البريك داون بتاع الدوبامين السكريتد عن طريق الدوبامين في نيورون. ومثال له شنو؟ السيليجيلين. السيليجيلين الامانتيدين الميكانيزم قال لك is not fully understood لكن probably قال لك increase شنو الدوبامين release and inhibit شنو الريال uptake شنو بتاع شنو بتاع الدوبامين excitation. يعني ممكن يعمل لنا شنو يزيد الدوبامين release يحفز انتاج الدوبامين وقلل شنو ويقلل الري ابتيك شنو يزيد الري ابتيك اوف الدوبامينرجيك شنو سينابس ان انهبيت اتس ابتيك اد شنو يعني يقلل الاداء يعني يخلي مستوى الدوبامين شنو مرتفع. السايد افكت انه بيعمل اتاكسيا بيعمل سلو سبيد بيعمل كونفيوجن بيعمل ديزينس وبيعمل ليفيدو ريتكتورال. نجي للكومت. الكومت ده قال انفور شنو انفولف ان ذا بريك داون اوف دوبامين يعني نفسي زيه زي الماو بي انهبيتر. And he's got like maybe use as you know as adjacent, adjacent. يعني كمعاون للليفودوبا فقط. كويس مثال له شنو؟ الانتكابون والتولا التول التول كابون. كويس is used got like the congestion with the levodopa in the patient شنو with established Parkinson's disease. آخر حاجة الأنتي ماسكرني بتعمل بلوك للكولينرجيك ريسبتر. They are now got like use more to treat the drug induced Parkinson. Rather than شنو than idiopathic Parkinson disease help قال لك tremor and rigidity ومثال لها البروسايكلين والبنزوتروبين والترايهكسافينيديل والبنزهكسون. تمام يا شباب محاولة لفهم الباركنسون والله يعين. يلا دكتورة which of the following is possible distinguishing feature from multiple sclerosis? أن 39 سنة old female who present with 3 months history of acute attacks of loss of vision and weakness in lower limbs is diagnosed with neuromyelitis optica. When making a diagnosis of neuromyelitis optica, which of the following is possible distinguishing feature from multiple sclerosis? الحاجة دي بنفرقها كيف نحن من multiple sclerosis. أول بداية الدياغنوزيس يعني بالميموري لوس ولا الأوبتيك نيورايتس ولا الأكيوت مايلايتس ولا الان ام او ما بعرف شنو دي اي جي جي سيرو بوزيتيف ولا برين سي تي نوت ميتينج كرايتيريا فور مالتيبل سكلروزيس ات ديزيز اونست. بيات واحدة من الحاجات دي دي من هنا أول مرة سمعت. طالما أوبتيك ممكن تكون أوبتيك نيورايتس هتبقى الان ام او الأوبتيك نيورايتس من الصايم بتاعت بيجي الاميز بالأوبتيك نيورايتس ليهم الاثنين بنلقاها في المالتيبل سكلروز بنلقاها في دي نيورومايلايتس أوبتيك أنا أول مرة أسمع بهذا الشيء. المالتيبل سكلروز ممكن يعمل أوبتيك نيورايتس صح؟ أيوة بيعمل أصلا أوبتيك نيورايتس الأكيوت مايلايتس وفي البرين سيتي قال لك شنو ميتينج كرايتيريا أوف مالتيبل سكلروز أند ذا ديزيز أو سيتي. إذن الـ NMOIGE ده بايدا طيب سيكلوجيا رغم إنه ما فهمين مشكلة. طيب NMOIGE سيرو بوزيتيف طيب المالتيبل سكلروسيس قال لك كان بريزنت ويز ا ميموري لوس الأوبتيك نيورايتس قال لك أكيوت مايلايتس ذي آر نوت قال لك شنو ذي آر بات إز نوت شنو إز نوت NMOIGG seropositive. Albrin قال لك MRI not meeting the criteria for multiple sclerosis and the disease onset is distinguishing factor from, you know, from neuromyelitis optica but قال لك شنو not brain CT. تمام؟ neuromyelitis optica قال لك which also known as بسموها شنو بسموها DVIC disease. It is an autoimmune disorder which قال لك immune cell an antibody attack like the optic nerve and the spinal cord. The basal physiology like, is still, however, completely like, unclear. The diagnosis of neuromyelitis optica is, you know, is determined as follows. تمام? Absolute criteria. The patient بيكون عنده optic neuritis, بيكون عنده acute myelitis, زي multiple sclerosis. A supportive criteria, the patient قال لك ممكن يكون البرين MRI not meet the criteria for multiple sclerosis disease at the onset.
ويكون عنده شنو a spinal cord MRI قال لك with a contiguous to T2 weighted signal abnormality exceeding قال لك over شنو over three or more شنو vertebral signal. ال NMOIG0 positive status. NMOIG0 positive status قال لك check the شنو the existence of شنو of antibody agonist and the شنو and the aquaburine or antigen. طيب قال لك compared to multiple sclerosis the acute episodes are not understood to be شنو to be triggered by شنو by the immune system T cell but rather than شنو by antibody شنو called some شنو NMOIG اللي هو NMO معناها neuromyelitis optica. NMO ذاته هي neuromyelitis optica IgG يعني حقها خاص بها. إذا neuromyelitis optica كويس إذا مانو مهم إذا مانو فيزيك or relapsing remitting demyelinating CNS disorder although قال لك previously thought to be a variant of multiple sclerosis it is now قال لك recognized to be distinct disease particularly قال لك prevalent in Asian population نلقاها في الأسيان. طيب it is typically قال لك involve optic nerve and cervical spine with قال لك imaging of the brain frequently normal vomiting also قال لك is common presenting complaint a diagnosis required bilateral optic neuritis myelitis and two of the following three criteria البيشن بيكون السباينال كورد بتاعه لي سباينال كورد ليجن involving three or more spinal level قال لك الانيشال نورمال ام ار اي برين والاكوابرين قال لك فور اللي هو كونشنو بوزيتيف سيرم انتيبودي المانجمنت اميون سبريسنت اكزامبل الانتي سي دي 20 ايجنت ريتوكسين ريتوكسيمار لانه المساله هي اصلا هي مساله بتاعت اوت اميون ديزيز كويس فبالتالي بنديهم شنو الاميون سبريسن اللي هو الريتوكسيمار اللي هو شنو سي دي 4 20 اهم ما يميزه انها بيكون فيها اوبتيك نورايتس وبيكون فيها اكيوت مايلايتس بالاضافه لانه في البرين بنلقى انه عنده كرايتيريا يعني ميتنج فور نوت ميتنج فور مالتيبل سكروزيس والسباينال كورد بيكون عنده مشاكل فيهم وبنلقى عندهم اهم ما هي بيسموها النيورو مايلايتس اوبتيكا اي جي جي نيورو مايلايتس اوبتيكا اي جي جي بنلقاها بوزيتيف. اوكي طيب قال لك which one of the investigations below is diagnostic for likely condition? And a 16-year-old gentleman with a background of lumbar spondylosis and chronic back pain present gradually worsening bilateral paresthesias and leg stiffness. Which one of the patients below is diagnostic? Nerve conduction studies. Nerve conduction studies and EMG, MRI cervical spine, MRI lumbar spine, CT C spine, anterior posterior and lateral C spine radiographs. MRI cervical spine. Cervical. MRI cervical. كيفك كويسة؟ عندي والله رميسون الله يعينك جويك ايش والله مطوله احنا والله لحد الان 40 عيان تخيلوا خلص الدوام الساعه 3 الله يعين الله الساعه يا دوب الله الله يعين بس غايت رميسون البيشن ده عنده شنو يعني بس كده كلمتين ثلاثه لانه والله السين اذن احنا ما فاهمين ولا بنو عنده شكله سيرفايكال سيرفايكال مايلوباثي لانه قال لك شوف انت لو لاحظت قال لك باك جراوند سبوندايلوزس اند كرونيك باك بين جرادوال وورسنينج بايلاترال ابر لين باراسيزيا الليج ستيفنس ويتش اوف انفستيجيتد بلو دايجنوزس اوف ذا كونديشن هو عنده لمبر سبوندايلوزس اند كرونيك باك بين والله البيشن ده عنده هو مشكل ايوه هو الشيء ده تحت مش تحت اهي لكن في ابر لين ابر لين ابر لا ابر لين في السيرفايكال الشيء ده في السيرفايكال اللي هو اللي عنده زي اللي هو سيرفايكال مايلوباثي اللي هو اللي ببدلك في النك وممكن يضرب معاه الرجل الرجول والباك ايوه ده قالوا بيتاخروا في الدياجنوزيس حقه صح؟ اذا موضوع ايوه موضوع اللمبر موضوع السيرفايكال مايلوباثي
موضوع اللمبر ده الان ما نشتغل به ما عنده علاقه والكرونيك باك بين. ايوه ايوه ماسك أيوة. يعني ركز انت تمشي على الليمبراسيزم. ايوه تركز دائما ايوه البراسيزم والليج ستيفنس. اها الله انا كان خليتوني كان لكم لمبر لمبر سباين لانه من فوق لا 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 انت عارف يا دكتور انا زمان كنت زمان كنت قايل الموضوع انه بس يعني السيرفايكال نيك ده بضرب بس الفوق لكن اتضح انه هو بيمسك التحت اكثر من الفوق. لكن البيشن ده ايفن عنده يعني لمبر فورتوزيس برضه تكون تابعه للسيرفايكال فوق ولا دي ده شيء مختلف؟ دي بتكون حاجه ثانيه باقلي بتكون حاجه برا حاجه ثانيه دي. لكن كده شوفوا تشوفوا بدل بس اي لمبر سباين سي بي سي سباين اي بي قال لك لاترال شنو لاترال سباين ريدي. طيب قال لك the presence of upper limb neurological symptoms indicate that they are pathology either قال لك within his cervical spine cord or شنو or brain. كويس يعني احنا لما نجي نلقى قال لك حاجه بتاع upper limb الابر limb neurological symptoms دير اللي هي فيها شنو فيها الريجيديتي وثاني شنو البيشن ده الان عنده ريجيديتي صح من ضمن الابر limb لا عند الريجيديتي تحت عنده براسيزيا عنده براسيزيا فوق في الابر limb اي ما البراسيزيا ما تعتبر ابر 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 limb داي صح ابر limb صح ايوه ما هي وقت طيب. انك انت عندك براسيزيا في الابر limb معناها المشكله من فوق يا دكتور معناها النك طيب. هي اللي طيب اللاج ستيفنس دي فسيره بشنو يعني معناها طيب. دي كويس احنا هنا نتكلم ايوه من النيك ستيفنس ما جايه من الابر واللور موتر ما جايه من السيرفايكال. طيب لما نقول عنده البيشن عنده ابر موتر نيورون ليجن الايبرو سبيرينج الايبرو سبيرينج تعتبر والمينيمال ماسل ويستينج والانكريز بتاع التون والكلونس والديكريز باور والهايبر ريفلكسيا والاب جوينج بابينسكي ساين دي كلها تعتبر شنو ابر موتر معناه الموضوع ده مفترض يتحفظ. اللور موتر نيورون ليجن دي شنو دي الايبرو انفولفمنت تمام دي كان شنو ايبرو شنو سبيرينج اذا لقينا في ايبرو انفولفمنت ده لور اذا البيشن لقينا عنده ماسل ويستينج ده يعتبر لور اذا البيشن لقينا عنده ديكريس تون ديكريس شنو ديكريس تون ده يعتبر اذا البيشن عنده نو كلونس ده لور اذا البيشن عنده ديكريس في الباور اذا البيشن عنده هايبر ريفلكسيا واذا البيشن عنده شنو دراولينج دراونينج درانج دراون داون جوينج اوف بابينسكي يعني ممكن لو قلنا نختصر اللور الموتر دي يعني مساله بتاع باور وتون وريفلكسيس بالذات هايبو وخلنا الكلونس ده هنا لقينا كلونس ده أبر ما لقينا كلونس ده لور الريفلكسيا لقينا كلونس ده أبر ما لقينا كلونس هي معنى عكس بعض الباور لقينا الباور ديكريز طيب الباور ديكريز فيهم الاثنين فيهم الاثنين البابينسكي ساين لقينا البابينسكي ماشي لتحت ده لور لقينا البابينسكي ماشي لفوق ده أبر ده لما نفتح له نعمل له بمفتاح العربية كده صح التون التون يلا التون هنا تفرق اذا لقينا التون زايده ده ابر لقينا التون منخفضه لور الماسل ويستنج لقينا في مينيمال ماسل ويستنج ده ابر لكن اذا لقينا في ماسل ويستنج واضحه ده شنو ده لور الاي برو سبيرنج اذا لقينا الاي برو ما فيها مشكله ده ابر اذا لقينا الاي برو مضروبه ده لور ما تفرقش النيرف بزيد بتصهر يا جماعه انا السي ان اس ده ما قريته عشان كده بتاخر فيه شويه عشان شويه عادي يا دكتور والله كتر خيرك كلنا كان في افكار كثيره كانت واضحه لينا اليوم وضحت جزاك الله خير ان شاء الله فاصبروا علينا الناس المستعجلين شويه. طيب انا خطيته في النهايه لانه خايف منه بس ما اكثر. اللي تخاف مني ما يجي احسن مني يا دكتور ان شاء الله. لكن الليله قمت الصباح اخذت له اجازه الاسبوع الجاي كله ان شاء الله انا بكون قاعد له بالصباحيه. لا والله هذه خوفه شديده اخذت له اجازه دي. والله مشينا يا جماعه لو خش رمضان ما حقراه. وده فعلا فعلا. والله نحن
كنا عاوزين ندخل مع دكتور عايده، لكن ما شاء الله لقيناك كويس خلاص. عنده عرض الاسبوع اللي راح ده عن النيورو. لكن ما شاء الله يعني ما كويس انت يا دكتور محمد والله، جزاك الله خير. ده شغل خوف ساي يا جماعه. انت شفتوني شطحت وقفوني. طبعا الجماعه بيقولوا عشان تفهم حاجه لازم تدرسها بالصح بالكذب، بس يا جماعه لا ندفع عليه والله يستاهل. واحد قال الله ادفع له الله ولا ما فري لك شر، لكن ده ندفع. طيب هاي فري لك شر انتهى زمان، يبقى الاجتماع ده قروش. انا سكرتير بتاع محمد اجمع منكم. انا في 50% 30% نعمل ابو ريال ابو ريال يعني عشان الناس يكون العدد كبير كثيرة. طيب قال the presence of أبر. الآن فهمنا في جماعة الفريق ما بين الأبر واللوا. إذا لقينا البيشن عنده أبر لم نيورولوجيكال سيمبتومز كويس، معناها إنديكيت إنه الباثولوجي في حتتين، يا في السيرفايكال سباين فوق في الحتة بتاعت الرقبة أو في البرين. بغض النظر نحن لقينا السيمتوم دي وين، لقيناها في الرجل تحت، لقيناها في أي محل، لكن وجود الأبر لم نيورونال سيمتومز معناها المشكلة في السيرفايكال فوق. دكتور محمد معلش، هو ما قصد كده هنا. ودي ما أبر، ما قصده أبر موتر نيورون، قصده الأبر لم الوحدة دي اليدين، يعني لقيت السيمتوم في اليدين والجهة بتاعت اللي. سوري أيوة. لا لا عادي يعني، يعني لأنه هي ما شوف يعني باعتبارنا بس بنفهم البسيط، حاجة في اليدين فوق معناها جاية من قريب، يا إما من الرقبة يا إما من أيوة. شوف يا دكتور أنا لو لاحظتني قلت لك، بس عشان أنا معاك يبين لاحظتني قلت لك أي حاجة داياك في اليدين فوق براسيزيا أنسيزيا خلاص، وطالب منك إم آر آي معناها الموضوع ده جاي من السيرفايكل، فهمت علي؟ في اليدين ممكن ينزل للرجلين برضو، يكون ينزل للرجل تحت، لكن ونصي إنها بدت فوق معناها الموضوع جاي من فوق. كتب لك الأبر لمب فراسيزيا دي عشان أنا جاي من السيرفايكل. تمام فهمت قصدي كويس؟ فهمت جدا. أيوة هو ده الموضوع. أيوة. وجود الأبر لمب الأبر لمب نيورولوجيكال سيمتومز إنديكيت إنه المشكلة وين، في السيرفايكل وفي البرين. ده طيب ده موضوع منطقي، أنا كان محتاج لجوة طبيعية، لكن المخ شكله ما في مخ زي ما يقولوا ال البنغالة. More unilateral problem. MRI قال لك لمبر سباين، وود قال لك زي فور نوت شنو نوت بروفايد يونيفاينج شنو يونيفاينج دايجنوزيس هي. تمام طيب ذا كونتست قال اوف نون لمبر ديجنريشن سباين ديجنراتيف سيرفايكال مايلوباسي از قال لك نمبر اوف 1 ديفرنشال فور ذس بريزنتيشن. ذا MRI اوف ذا سيرفايكال سباين از ا جولد ستاندرد تيست فور شنو سيرفايكال ليف سيرفايكال مايلوديس مايلوباسي اس سسبكتد ات مي بي قال لك ريفيل الديسك دي دي جنريشن او ليجامنت هايبر تروفي ات از قال لك اكمباني شنو اكور سيجنال تشين ات از نوت ان كومون فور ذا بيشنت شنو تو سفر قال لك شنو فروم تان ديم اللي هو سيرفايكال ان شنو ان لامبر استينوزيس. طيب الأزر أنسر قال لك CT imaging قال لك it's reserved for patient شنو with a contraindication for magnetic tracing، يعني patient ما يقدر يعمل MRI ممكن نستخدم له CT. CT قال لك myelogram is a first line investigation in this case. طيب نستخدم ال CT myelogram إذا كان patient شنو عنده مشكلة بتاعت MRI. الراديوغراف قال لك are not clinically useful in the workup of this patient. تو قال لك اوستيو ارثريتيك كين لايك الاوستيوفايتس كان بي شنو كان بي فيزبل شنو اف ذي شنو ذي ار بيرفورم اذا كان عملنا اكس راي. طيب الازر قال لك انفستيجيشن لايك نيرف كوندكشن ستدي الاي ام جي قال لك مي بي بيرفورم وين ذا كلينيكال بيكتشر از ان كلير، لما تكون الكلير ممكن نستخدم شنو النيرف كوندكشن والاي ام جي. This قال لك can help to exclude المونونيوروربسي and شنو and other lower motor neuron disorder. However قال لك there is a strong clinical suspicion and diagnosis شنو is suspected. MRI for cervical spine قال لك should be شنو should be performed. طيب نتكلم عن degenerative cervical myelopathy. قال لك degenerative cervical myelopathy is a number of risk factors which include the smoking كما هو
ديوتو قال لك it is effect شنو intervertebral disc. وكذلك بعض الجينيتيك وبعض الناس الشغالين في بعض الاكيوبيشن ذات اكسبوز بيشنت تو هاي اكسيال لودينج، يعني المعرضين لحته بتاعت هاي اكسيال لودينج. قال عندنا هذه واحد دي مقصود بها شنو الهاي اكسيال لود، هذا المرجع بتاعه. طيب قال ذا بريزنتيشن اوف زي دكاتره الاسنان يا دكتور، زي دكاتره الاسنان. دكاترة الأسنان كل واحد مدرب حوالي. أيوة الناس الشغالين في الكمبيوتر. أيوة والجماعة دي برضو أنه الواحد يقوم يدنجر حاجات زي دي. أيوة الكمبيوتر زينا كده زينا كده بشوف لهم 70 أيام في اليوم دي. والله عندي زميلي لقد عنده زي ديسك برولابس شغال في داي طبيب، لقد عنده ديسك برولابس في ثلاثة والله يعني الدفع القدامنا طوالي. والله الدفعة اللي قدامنا والله والله خطر خلاص خطر شديد، يعني ترجع تتكل كده في الكرسي او تشوف لها كرسي سبورت الرقبه. المساله دي بالمناسبه مهمه جدا صح. وكان قال لنا بيقول لنا انا عندي دوخه وقلنا نضحك عليه وقلنا انا تعلمت حركات السعوديه شنو دوخه دي. ففجاه كده مش عمل عارف يا دكتور انا بجوني بفينتنج اتاك، انت عارف هنا بجونا بفينتنج اتاك بيجي بشنو؟ عارف اول كومبلين ممكن اجيبها فينتنج اتاك بيجونا بدوخه بس. والله زميلنا ده بس بدوخه، بدا بدوخه وقدام نضحك عليه، وكمان نضحك عليه وقلنا له يا اخي ايوه دوخه المرض العجيب ده شنو. ففي النهايه مشى لما عمل الام ار اي اتلاقى عنده سيفير ديسك برولابس بالمناسبه، وكله من الكمبيوتر اللي هو هس وما ادراك وحاجات زي دي قاعد يكتب للناس ومدنجر الناس تعمل حسابها من الحته دي بالمناسبه. طيب قال ذا بريزنتيشن they are very variable، قال early symptoms are often suitable and can vary in severity day to day making like the disease difficult to know to detect initially. However قال لك as a progressive condition worsening deteriorating or new symptoms should be قال لك warning sign. تحت اي لحظه البيشن بدا تتريوريت بدا تظهر سيمتوم جديده دي تعتبر warning sign. طيب الدي سي ام سيمبتومز اللي هو الديجنراتيف سيرفايكال ليمفادينوباسي كان انكلود قال لك كومباينيشن اوف شنو، ممكن البيشن يجينا ببين كويس، يجينا بالم البين ده افكتنج الاريا بتاعت النك او الابر واللور شنو لور لم، خلاص قلنا اللور لم طالما المشكله فوق ممكن اللور لم تضرب معاه. البيشن يجيك بلوس اوف موتور فانكشن كويس، كم مشكله دي لوس اوف ديجيتال دورسي دي كوستريتي او بريفنتنج لك سيمبل تاسك ساتش اس هولدنج فورك، يعني المقص ما يقدر يشتغل به كويس، او ذير شير باتونز ما يقدر يزرر، او قال لك الارم والليج شنو حصل لها ويكنس او ستيفنس ليدنج تو شنو تو امبير جيت او شنو ان امبلس، يعني دي حاجات انه يكون الم لوس اوف فانكشن. الحاجه الثالثه شنو loss of sensory function causing election numbness، يعني نبدا بالالم بعد ذاك الوظيفه بعد ذاك المساله شنو بتاعه السنسيشن. حاجه ثانيه loss of autonomic function، ها بعد يبدا بيش شنو عنده مساله بتاعه شنو urinary and شنو fecal incontinence انه يكون ضرب معاه شنو الاوتونوميك function. This قال لك كان occur and do not necessarily suggest إنه البيشن عنده كودا كوينس سندروم. قال لك in absence of other hallmarks of the condition، لأنه ممكن الضربة تكون من فوق. في حاجة اسمها الهوفمان ساين، الهوفمان ساين قال لك is a reflex test to assess شنو a cervical myelopathy. It is قال لك performed by شنو by gently flicking one finger on the شنو on the patient hand، تعمل gently flicking لواحد finger on the patient hand. A positive test قال لك result in a reflex twisting of the other finger on the same شنو on the same hand in the response شنو to flicking، يعني شكله حاجة انك تحرك تضغط تحت واحد من الاصابع ديل بيقوم وقال لك ان الresponse الحاجة دي انه كل الاصابع بيحصل لها شنو بيحصل لها twisting. المهم حركه لحد ما نفهمها. المهم الحاجات الاساسيه في المساله بتاعت الديجنراتيف سيرفايكال ليمفادينوباسي انه الشباب ديل بيجوا بمشاكل، اهم اسبابها هي السموكينج
والانتربرتيبرال ديسك والجينيتك والاوكيوبيشن. الله يا صاحبنا ده بدخن. فطالما البيشن بدخن ويكون معاه اوكيوبيشن ضاربه فده بزيد الموضوع زياده. تمام. نجي للدي سي ام سيمتومز. قلنا يعني ممكن البيشن يجي ببين والبين ده بكون في الابر في النيك ما فارقه، المهم في بين. ممكن يكون عندهم loss of motor function، يقول له زرر زرايرك ما يقدر يمسك المقص يقطع. يكون عنده مثلا arm او leg weakness او leg weakness leading to شنو، مشكله بتاعت gait او حاجه زي دي او imbalance. يكون البيشن عنده lossless sensory function causing انه يحصل له numbness، loss of an autonomic function، البيشن may have urinary or شنو or fecal incontinence، وده في غياب الحته بتاعت شنو equal code equine syndrome، يعني ما عنده حاجة تحت، يعني فغالبا المشكلة تكون من فوق. في حاجة اسمها الهوفمان، إذا في زول فهمها إنه قال إنه عبارة عن reflex to assess the cervical male domain، إنه بتقول it is performed by gently شنو flickening one of the finger، يعني أنت بتعمل flickening لواحد من الفينجر أو بال بتدوسه كده تضغط الباقين بيجوا معاهم الباقين أيوة أيوة بتلف مثلا نطفن بالباقين كلهم بلفوا معاه تعمل reflection. شوفه هنا بالفيديو هي هدي كده تلف الأطفال يعمل له فليكشن، الباقيين كلهم بتبعوه أيوة تعمل فليكس لواحد بس الباقيين كلهم حيتكسروا معه كلهم أيوة حيتبعوا يعني بارو أيوة ببارو. والله كلام يا أخي أيوة سبحان الله. تقوم تلف ده الباقيين حيتلفوا معك هولفمان ايوه بس كده ايوه. طيب قال لك the most common symptoms at the presentation of the DCM degenerative cervical myelopathy or اسمه شنو are قال لك known but the series قال لك 50% of the patient were شنو initially incorrectly diagnosed and sometime قال لك treated for شنو for carpal tunnel syndrome، يعني في حالات كثيره الناس بيكونوا شنو ما 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 دايجنوز بالشكل. MRI for cervical تعتبر الجولد ستاندرد تيست. ويا قال لك السيرفايكال مايلوباثي is suspected، اذا خلاص انا البيشنت شكيت انه سيرفايكال بس يعمل له MRI. إيه قال لك ريفيل الديسك ديجنريشن، هنلقى في ديسك ديجنريشن او نلقى في مشاكل في الليجمنت زي الهايبرتروفي، او البيشنت يكون عنده شنو اكمبانيك شنو كورد سباينال شنو كورد ساينال شنو تشينج. طيب all patient with a degenerative cervical lymphadenopathy قال لك should be urgently referred to for assessment by specialist spinal service neurosurgery given orthopedia well spinal surgery. This is due to قال لك importance of early treatment. The timing قال لك of surgery is important as قال لك any existing spinal cord damage can be permanent. Early treatment with the 6 months of the diagnosis offer galek the best chance of full recovery, but at the present most of the patients are شنو are presenting too late. طيب in one study galek the patient average over 5 appointments before a diagnosis representing galek more than 2 years. تمام. Currently a decompressive surgery is only galek effective treatment. شيل الحاجه العامله ضغطه بس على الحته دي. تمام. وين احنا this is galactic due to importance of treatments the timing of surgery is important any galactic existing spinal cord damage as can be permanent early treatment قال لك within a 6 months diagnosis offer the best chance for full recovery but at present most of the patients are presenting too late. In one study قال لك patient average over 5 appointments before a diagnosis، يعني جزء كبير يعني تلقاه المهم مره بيدوخه ودوخه هنا ومشى للجماعه بتاعين المطرطشين ده زي ما قال يقول محمد فيصل ودوه الفيتامين ودوه بعد 5 قال لك بيقول لك 5 appointments في الافري عشان تبي دايجنوزس. والله ده كان جانا زمان نروح وتروي حما نجيب له خبر. طيب الكرف اللي قال لك ديكومبريسيف سيرجري از اول قال لك افكتيف تريتمنت. ات هاز بين قال لك شون
to prevent the disease progression. يعني حاول بس اعمل شنو؟ قلل الكومبريشن، قلل الكومبريشن على النير. Close observation is an option for شنو؟ For mild stable disease. But قال لك anything progressive or more severe require شنو؟ Require surgery to prevent شنو؟ A further deterioration. تحتاج تعمل السيرجر على سنه شنو؟ تمنع انه الضغط زياده. الفيسيو سيرابي قال لك should be initiated by the specialist service as manipulation شنو؟ Can be شنو؟ More spinal cord damage. يعني ما تمشي لاي دورة بصيرة ومحمد تقوم شنو؟ تضغط بهنا تضغط بهنا الضغط. لحقكم الطاهر. الشاحن قالوا كان مرة جابوا له عجل، العجل ده مدخل رأسه في برمة، البرمة دي حقت مرض كبيرة كده في البلد، فجابوا له قالوا له احكمي احكمي بين الناس. سيد البرمة دايرة البرمة بتاعته سليمة، وسيد العجل ست البرمة دايرة برمتها سليمة. البرمة دي تعرفوها الزين ولا حاجة كده، المهم بتاعت فخار، وسيد العجل داير عجله، والاثنين دول ما بتمن. فقامت عاينت كده عاينت كده، قالت لهم خلاص ضبحوا العجل. قاموا ضبحوا العجل، المهم خلاص رضوا بكلامه لأن الحكومة ضبحوا العجل. فقام شنو؟ رأس العجل بقى ما قدر يطلع من البرمة، قامت قالت لهم كسروا البرمة عشان طلعوا رأس العجل. ففي النهاية انتهت من البرمة وانتهت من العجل الاثنين. حكمت بلاد طلعت ما بصيرة يا عم ولا شيء، طلعت ولا بصيرة ولا شيء. لا والله بصيرة كونها تحكم بالعلمة، ما عندها خيار. الاثنين خسرانين في النهاية. والله الاثنين خسرانين. يلا ها. ده أبسن سيزر مش؟ 5-year-old boy the nose absent Caesar. What is the chance he will be Caesar free at the by the age of 16 years? 90. كلهم. أعلى نسبة. 90 ل95 مش؟ أيوة. ايوه صح ف 90 ل95. طيب قال لكم الابسنس سيزر يعتبر جود بروجنوزس بشكل عام، 95 ل 90 ل 95% من البيشن اللي عندهم ابسنس سيزر they going to be free as you know in the abelosis. طيب الابسنس سيزر is قال لك rare R4 قال لك of generalized epilepsy، تعتبر من ضمن generalized epilepsy رغم إن هي ما فيها يعني epilepsy واضح. ذات قال لك mostly seen في الأطفال كويس. The typical age بنلقاه ما بين 3 ل 10 سنوات، يعني ده العمر اللي بتبدأ فيهم يعني ما بين 3 ل 10 سنوات. And قال لك girl are affected twice مقارنة بالبوي، يعني بنلقاها أكثر في البنات كويس. الفيتشر بتاعته شنو؟ أبسن قال لك last a few seconds، فجأة كده الزول ده بيفصل، فصلة دي مدة ثانيتين 3 ثانيات كويس. and associated with the quick recovery، يعني يفصل كده ويجي راجع فصلة كده. سيزر قال لك may be provoked by شنو؟ by hyperventilation or stress، زول خاش امتحان ممتحن الايريش حالته صعبة طبعا، ده لك لسه تساعد لكن إذا فكر يمتحن الايريش بعدين هيخش في ستريس. The child قال لك is usually شنو unaware إنه سيزر دي حصلت unaware. They may be قال لك سبحان الله كانوا طاش في شبكة بس طاش شبكة كده ورجع تاني. They may قال لك occur at many times، دي الحاجة قال لك ممكن تحصل أكثر من 50-60 مرة، فجأة كده يغيب ويجي يغيب وتعال يغيب وتعال. الاي سي جي قال لك باي لاتر بنقول عندهم سيمتريكال 3 اتش زد سبايك اند كولكشن ويف مثلا، يعني في الاي سي جي بنلقى عندهم سيمتريكال بالجانبين الاثنين، وباي لاتر 3 اسمها شنو اتش زد ده بنقول له شنو عليه بالله ميجا هيرسر ولا هيرزت ولا شنو مقياس هيرز 3 هيرز هيرزر مش هيست هيرز مش حط الزلازل ولا شنو يسموها شنو سوقا كرهونا فيه زلزال اللي فات ده انه ما اعرف صقعه زلزاليه بمقياس كده. المهم يكون في سيمتريكال 3 هيز
سبايك اند شنو اند ويف بتر. المانجمنت صوديوم فالبريت حبيبنا صوديوم فالبريت ممكن تدي الايسوكسامايد ار شنو ار ذا فيرست لاين فور تريتمنت وتعتبر جود بروجنوزيس 90 ل 95% بيكم شنو سيزر فري اند ادينوسيس. اذا يا جماعه الابسس سيزر دي جزء من الجنرالايز تجي لناس اعمارهم من 3 ل 10 بنلقاها بتحصل لمده السكن الريكفري السريع بروفوك بالهايبر فنتليشن والستريس والتشايلد بيكون ان اوير بتحدث مرات كثيره بنعمل له اي بنلقى بايلات اسيمتريكال اتش زد 3 اتش زد سبايك نعالجهم بالصوديوم فالبريت والايسوكسامايد هذا فيريس لاين والبروجنوز بتاعه جود 90 ل 95% في ناس ممكن ما يدون علاج صح؟ ها؟ في ناس يحصل لهم ريكفري وزاود تريتمنت يعني عادي ما يحصل العمر ده خلاص بتروح منهم. انا ولد اخوي عنده حركه زي دي الدكتور ما ادى اي حاجه قال له خلاص بيكبر بتروح. لا لكن ما تكون ابسنسز الشكل يمكن تكون حركه ساي اب نورمال موفمنت شفت بس لو ابوه يعني نهره كده او زعل من ابوه بس طوال الدول الحركه دي هسه ابوه هنا يتحاشى انه يعني دخل في ستريس بيتعامل معاه بلطف تاني من عرفوا الحكايه دي بيجوا بيعملوا معاه ولا معامل يعني لطيف في حاجات الحمد لله تاني ما جاته في حاجات نورمال موفمنت عاديه بالمناسبه ما تصل لدرجه الابسنس سيزر يعني شوف يكون عندهم abnormal movement كل مرة بيعلقوا في حاجة فيكم من حاجة بيعلقوا في حاجة بعدين دي هم بيعملوا لها confirmation بالـ EEG ما بس كده يعني أيوة طيب بتكون يمكن الـ EEG حكته طلعت normal عشان كده اعتبروها حاجة عادية يعني. أيوة طلعت normal أيوة ده أيوة ما لكن دي هنا بتاع الـ absence season حكته ما عادية فيها change طيب 50 year old gentleman present to clinic with 20 year history of bilateral upper limb tremor. He has no past medical history. On examination, he has bilateral symmetrical upper limb postural tremor with no rest or intention tremor. His father had similar tremor. He has noticed improvement with alcohol. It has become more severe in the past 2 years and he would like treatment. What is the best first line therapy? Medium levodopa, deep brain stimulation, brain بروبانالول دي مش عنده أزمة؟ إستنشال تريمر لا أيوة لو ما عنده أزمة بروبانالول هاي دي هيستيري وإستنشال تريمر أيوة دي إستنشال تريمر فاميلي هيستيري وبتروح بالرست وبالكحول وعنده فاميلي هيستيري وبتروح بالكحول والرست أيوة أيوة بالرست امبروف بالكحول والريلاكسيشن وبتزيد لما تمدد الدينا بروبانالول طيب قال لك this is a chronic تمام قال لك confined to upper limb دائما بنلقاها does not occur at rest does not يعني البيشن قاعد كده يموره طيب وما بتحفز وريسبوند شنو للكحول and associated with شنو with the positive family history بتلقاها في الأسرة the diagnosis قال لك is essential treatment تمام الليبودوبا هو تريتمنت الباركنسونيزم وقريناه قبل شويه والانسر قال من 2 to 5 they are treatment for essential tremor they are all treatment for essential problem تعتبر الفيرست لاين اللي هو شنو 2 and 5 2 ده منه الديب قال لك برين ستيميوليشن نعمل الديب برين ستيميوليشن لكن يعتبر شنو دايم والباتالونيوم توكسين برضه ممكن شنو ممكن نديه كمان غريبه باتالونيوم توكسين طيب الاسينشال تريمر الاسينشال تريمر قال لك بريفيسلي كود انها شو بسموها البيناين اسينشال تريمر زمان تمام ات از اتوسومال دومينانت بالتالي من الاسره واحد واحد مع اخت زول هتكون قاعده لازم تكون قاعده ضيفه في كل جنريشن ويتش قال لك يوجوالي افكت البوس ابر لين الاثنين اليدين اللي انت تلقاني تاجر الفيتشر بيشن ده بيكون عندهم بوزيشنال تريمر كويس وورس اف ارم اوت ستريتشز لو رفع يديه لفوق كده حاول يعمل حركه طيران كده يديه طوالي بجنب شنو داير امبروفمنت اذا كان البيشنت شرب له شويه كحول او ريست شربوت كده على خفيف كده الناس بيقضيهم تمام الموست كومن كوز هي شنو التي 2 بيشن موست كومن كوز اوف تي 2 بيشن تي 2 بيشن ده بسموه شنو الهيد تروما اسمه تي 2 تي 2 بيشن وش هاد هزه الراس شكلها كده تي 2 بيشن هزه الراس حاجه زي دي
ايوه شكلها ده بيهز راسه او بيرقص راسه. ايوه كده يعمل كده راقص. نمسك له خاتم له سماعه. والله مع السماعه والداد الناس كلها عندها تيتوكيشن. طيب المانجمنت تدي البروفايل سلايم كويس وتدي بالذات الناس اللي بيشغلوا الاغاني دي بتاعت الراب تلقاهم كلهم عندهم تيتوكيشن. اعمل كده ساي بروبر لول يعتبر الفيرست لاين والبرايمي دون قال لك سم تايم يوز يعني استخدم بروبر لول في كلام قبل عن في مساله الديب برين ستيميوليشن ديب برين ستيميوليشن وكذلك شنو البوتلينيوم توكسين ممكن تو بي يوز. ممكن نجيب لكم في سؤال في محل في جحروني ما نيكست. طيب قال لك 65 year old female admitted with right hemiparesis examination reveals she is in atrial fibrillation CT confirms an ischemic stroke and aspirin 300 milligram is commenced if the patient is well and develops no new problems at what point should warfarin be started يعني هي جات hemiparesis بس عمرها 65 نوقفه بعد كم لا تديه بعد 14 يوم الورفرين يديه الولز اللي آه اسمه شو ايوه بعد اسبوعين الاسبرين والبيشن بياخذه بعد اسبوعين بنبدا بعد ذاك الورفرين. طيب immediately وافتر قال لك following قال لك repeat the CT هذا كله following repeat the CT after 14 يعني ما يحتاج CT بس انت تبدا بعد. طيب قال لك 2004 RCD قال لك recommended anticoagulation should be commenced 14 days after شنو ischemic شنو stroke. Area قال لك anticoagulation may exacerbate any قال لك شنو secondary hemorrhage. انت لانك خايف من حته الهيموريج فبالتالي بتحاول تاجل الموضوع ده عشان ما يحصل لك هيموريج تاجل اسبوعين اصلا اسبوعين ده البيشن ما جاي وفي شقاع نايم اموره ظابطه ماكل شارب راكب. طيب الاستروك مانجمنت ذا رويال كوليدج قال لك ببلش جايد لاين on the diagnosis of management neglect of the patient with stroke في 2004 update قال لك في 2019. طيب selected point في بعض الحاجات في الحته دي في الناس اللي عندهم acute stroke. اول حاجه قال لك البلد جلوكوز والهايدريشن والاكسجين ساتوريشن والتمبريشر should be maintained within normal limit. ظبط جلوكوز ظبط مويه بتاعته سكر حاجات زي دي خليه كله في اموره طيبه. البلد بريشر قال لك should be lower كويس in the acute phase unless the leg there is a complication examine patient عنده شو في حالة الهايبرتنسيتي والله بس ده كويس قال لك شنو قال لك 2009 controlling قال لك hypertension and hypotension immediately post stroke trial قال لك we change thinking on the شنو on this guideline have قال لك yet change reflect لانه مع الناس اللي عندهم هايبرتنسيف كولس ديت بتحاول انك تنقص بمستوى معين عشان ما يحصل لك مشاكل بتاعه اسمها شنو كده اورجن دامج ولا حاجه زي دي ان البيشن بيكون عنده الضغط عالي جدا انت تحاول تنزل المين بلاد بريجر لمستوى معين كده يعني ما يتعدى تخلي حاجه كده 15 ما يتعدى 25%. طيب الحاجة الثالثة والمهمة إنك تبدأ بعد البيشن دي سكرين بعد ما تأكل وتشرب تمام وتديهم مويته وأكسجينه البلد بريجر تعمل له لور إذا كان ما عنده مشكلة بتاعت هايبرتنسيف تقوم بعدها تبدأ العلاج تبدأ شنو البلد بريجر نوت لور نوت بي لور نوت بي لور إن أكيوت فيس نوت بي لور ما إلا يكون في إنكوفالوباسي حتى يعمل له لورين لا بي لور قال لك ان اكيوت فيس الليس زي ار كومبليكيشن في الحاله دي نحن الوحيده اللي ممكن نقلل. انا مش قلت لكم ما تخلوني اسرح لانه حضيعكم راس فاضي نحن بنقرا من الورقه بس. طيب الاسبرين قال لك 300 ملي جرام اور ريكتالي شود بي قال لك جيفن از سون از بوسيبل اف قال لك هيموراجيك ستروك هاز بين اكسكلودد تمام ندي بعد ذلك طالما انه ما في هيموراجيك ستروك ابدا الاسبرين. With regard to atrial fibrillation the RCD stated that the leg anticoagulant should not be started until the brain imaging has excluded hemorrhage.
يعني ما لم تتاكد انه تماما انه البيشنت ما عنده هيموريج ما تبدا شنو؟ ما تبدا انتي كوجولنتس. بالتالي قال لك يوز انتيل 14 دايز، تنتظر 14 يوم تتاكد انه ما في بليدنج عشان تبدا. طيب إذا الكوليسترول لقيته اكثر من 3 و5، قال لك البيشنت شود كوميس اون ستاتين. قال لك ماني فينيش ديلي التريتمنت انتيل افتر شنو 48 ساعه، برضه خلاص الزود ده خلاص هو غرقان غرقان دهون، تنتظروا برضه 48 ساعه عشان تبدا له، لانه ديو تريستيرو اوف هيموريجيك ترانسفورميشن. يعني مثلا بتاعت الانتي كواجلانت والستاتين حاول تاجلها 48 ساعه للستاتين، واجل الانتي كواجلانت 14 يوم عشان شنو؟ عشان البيشن ما يخش لك في بليد. تمام؟ طيب يعني اذا طلع في الاكس راي في هيموريج ما اديه، ما ابدا الانتي كواجلانت، ما تديه حتى اسبرين ذاته، حتى اسبرين ما تديه لحد 14 يوم. لا ايفن الاسبرين ما انت اذا لقيت هيموريج لا حتدي انتي كواجلانت، لا حتدي اسبرين لمده 14 يوم. لا ما اعتقد انه ثاني لا لا للابد شكله ما بتديه اصلا، بشوف لك مانجمنت ثاني. شوف مانجمنت 14 يوم دي اذا كان طلعت اسكيميك ستروك استنى 14 اسكيميا، ففي الحاله دي انت يو هاف تو ستارت الاسبرين. دكتور محمد صوتك بعيد شديد ولا انا شبكت كعب ولا ما اعرف؟ قلنا الاسبرين بنبداه اذا كان ما في بوسيبل هيموراجيك ستروك. يعني اي بوسيبيليتي بتاعت هيموراجيك ستروك لا حتبدا اسبرين ولا حتبدا انتي كواجلا، شوف علاج ثاني. ايوه شوف لك قصه طويله. لكن اذا لقيت البيشن عنده اسكيميك ستروك كويس، ففي الحاله دي انت يو هاف تو ستارت شنو؟ الاسبرين as soon as possible. كويس بعد ما تاكدت انه يا تديه ريكتال اور اورال، حسب بيشن بياخذ اورال خلاص، بيشن لقيته كوماتوز جاك كوماتوز ممكن تبدا له اورال تبدا له ريكتال. بعد ذاك المساله بتاعت الانتي كواجولس، انت متوقع انه السبب بتاع الامبوليزم هو شنو او السبب بتاع الاسكيميا؟ اللي يكون عنده مشكله شنو بتاعت اتريال فيبريليشن، فالاتريال فيبريليشن شود بي تريتد ويز انتي كواجولس سواء كان وارفارين بالذات اذا كان. يلا الوارفارين او الانتي كواجولس اللي انت دار تستخدمها دي ما تستخدمها طوالي اذا لحد ما شنو بعد 14 يوم، لانه برضه قال لك should be قال لك not started until the brain imaging has excluded the hemorrhage. اول حاجه تكسكلود الهيموريج، and not قال لك شنو usually not used until 14 days passed from the شنو from ischemic stroke. حتى انت لو اتاكدت انه البيشن ischemic stroke وما في هيموريج برضه ما تبداها الا بعد 14 يوم، لانه تخايف من شنو؟ من الهيموراجيك ترانسفورميشن. ايوه الستاتين والليستاتين برضه، انت البيشن اللي لقيت الليستاتين الكوليسترول بتاعه عالي محتاج ليستاتين، خلاص انتظروا 48 ساعه، لانه اذا اف يو كومنس الليستاتين الان البيشن مي هاف هيموراجيك ترانسفورميشن، وده اللي انت خايف منه، فبالتالي اجل الليستاتين يومين كده وبعد ذاك ابداه. طيب نجي للمساله شنو بتاعت شنو الثرومبولايسيس اوف اسكيميك ستروك. طيب انا البيشنت يعني خلاص بسكيميك ستروك، مفترض اعمل له شنو؟ اعمل له من ضمن الحاجات ثرومبولايسيس. طيب الثرومبولايسيس قال لك ويز التيبليتيز شود بي اونلي قال لك جيفن اف ات از قال لك ادمنستريشن ويزين 4.5 hours اونست اوف ستروك سيمتوم انليس از بارت شنو اوف شنو اوف كلينيكال تراير. يعني انت تديه خلال 4.5 ساعات. هيموريج قال لك has been definitely excluded، ما في هيموريج. imaging has been performed، تأكدت ولا في نقطة دم في محل، والبيشن جاء خلال شنو؟ خلال 4.5 ساعات. الكونتري انديكيشن 200 أنا البيشن ده ما أديه ثرومبولايسيس إذا كان البيشن عنده قبل كده previous hemorrhage stroke. إذا كان عنده previous intracranial hemorrhage ما تديه. إذا البيشن عنده سيزر at the onset of stroke، بيشن لما جاب الاستروك كان عنده سيزر، فده برضه ما تديه، ممكن يكون عنده حاجه ثانيه برين تيومر حاجه زي دي، او البيشن تاكدت انه عنده نيوبلاز فده برضه ما تديه. ده كذلك السسبكت سب اراكانويد هيموريج، لاحظت كل الموضوع بتاع شنو بتاع هيموريج ما تديه. الاستروك اون ذا تروماتيك برين انجري ان ذا بروسيدنج 3 مانس تمام برضه ما تديه كويس، اذا كان في تروماتيك برين انجري قبل فتره وجات البيشن الان جاك بستروك، فمعناها لسه التروما قاعده
ما تديه وحيصل لك بليدنج، هتعمل عيان لمبر بانكشر is proceeding within 7 days برضه ما تديه. الجاسترونتستينال هيموريج in the proceeding 3 weeks برضه. البيشن عنده اكتيف بليدنج وهي محله وين؟ ما تديه. البرينجنت ليديز ما تديها. الاوسوفاجيال فاريسيس لانه حينزف هيغرق الدايه. الان كنترول هايبرتنشن بيشن عنده ضغط لقيته اكثر من 200 على 120 معناه ده اوريدي شنو الشرايين دايره لها بس حاجه سبب وتنفجر. دي كلها شنو؟ كلها تعتبر شنو؟ از ابسوليوت. ابسوليوت في حاجات ريلاتيف ها بعد ذاك انت ومزاجك زي الكونكرنت انتي كواجوليشن. بيشن الان بياخذ في كونكرنت انتي كواجوليشن لقيت الاي ان ار بتاعه اكثر من 1.7 شوف ظبط الاي ان ار هنا. المهم الصرف ممكن تديه على كيفه. البيشن عنده هيموريجيك دايسيزيس عنده مشاكل بتاعت يعني دايسيزيس عنده الاسمها ديك بروتينات سي وحاجات زي دي. مهم فانت بعد ده الموضوع يعتمد عليك لان البيشن ده ممكن تبليد تحت عظمه كذلك بتاع الهاي اي ان ار ممكن تبليد. الان الوضع ستيبل. الاكتيف دايبيتيك هيموريج برضه البيشن عنده اكتيف دايبيتيك هيموريج ريتينوباسي برضه على كيف. السسبكتد انترا كارديك ثرومبس والميجر سيجري والتروما ان ذا شنو ان ذا بروسيدنج 2 ويكس. تمام دي كلها حاجات ريليتيف. اذا يا حاجه شباب انا متين ما ابدا الثرومبولايسيس ابداه اذا كان البيشن جاني خلال 4 ساعات ونص وانا اكسكلود الهيموريج. وفي حاجات ما حبداها اذا لقيت البيشن قبل كده عنده بريفيوس تراكيال هيموريج عنده سيزر عنده انتراكيال نيبولاز عنده سسبكت سبراكانويد هيموريج عنده ستروك اور تروماتيك برين او عنده لمبر بانكشر خلال الاسبوع الماضي عنده بليدنج في جاسترو انتستينال عنده اكتيف بليدنج الان هي بريجننت عنده اوسوفاجيال فاريسيس حيحصل لها بليدنج عنده ان كنترول هايبرتنشن الشرايين حتتفجر قريب. كل هذه حاجات ابسوليوت ما في لك طريقه. حاجات ريليتيف زي شنو؟ بيشن اي ان ار عالي بياخذ في وارفارين بيشن عنده هيموريجيك دايسيزيس عنده اكتيف دايبيتيك هيموريجيك ريتينوباسي. يلا دي كلها محمد انا عايزك يا عم يا عم دي مهمه قاعد يلعب في الازيله فيها. لازم تحافظ والله هي واحدين ثلاث شهور ثلاث اسابيع 7 ايام اسبوعين كل واحد نعرف 200. طيب في حاجات ابسوليوت بغض النظر عن انها حصلت 200 خلينا نطلعها اول حاجه. لا لا حتى ابسوليوت ذاته مثلا ابسوليوت الاستروك في 3 شهور بريفيوس انتراكرينال هيموريج ده خلاص ده ثاني ما في له طريقه. يلا ده خلاص. بيشن عنده سيزر بتاع ده ما في له طريقه خلاص. عنده نيوبلازم ده ما في له طريقه. عنده سب اراكانويد هيموريج يعتبر من البليدنج ما في له طريقه. كويس؟ عنده اكتيف بليدنج ما في له طريقه. عنده بريجنت ما في له طريقه. عنده اوسوفاجيال فاريسيس ما في له طريقه. عنده ان كنترول هايبرتنشن ده كله ما في له طريقه. بقى اللعب في الايام في 3 حاجات. اذا البيشن عنده ستروك وعنده تروما عنده برين تروما قبال 3 شهور او عنده جاسترونتستينال بريسيدنج شنو 3 اسابيع كويس دي حاجتين 3 او عنده لمبر بانكشن قبال اسبوع يعني قبال اسبوع اللي بتمنعك اللمبر بانكشن 3 اسابيع اللي بيمنعك الجاسترونتستينال هيموريج 3 شهور اللي بيمنعك شنو البرين تروما. تمام في حاجات ريلاتيف. الريلاتيف دي قلنا الاي ان ار عالي مع وارفارين hemorrhagic diseases active diabetic hemorrhage retinopathy suspected intracardiac thrombus لقيتها موجوده كويس. اذا الداتا هيحصل لها لايسيس وهتبقى جريتها سهله هيبقى حجمها صغير هتفك لك فبالتالي دي خليها بيه حجم الماكن ده يطلعها شوف لها حل. بيشن عنده ميجر سيرجري تروما ان ذا بروسيدنج 2 ويكس يعني بيشن عنده تروما او شنو او ميجر سيرجري خلال الاسبوعين الفاضل هيكون لسه عنده جروح مفتحه. أوكي. المدارس جات يا شباب انا حوقف هنا امشي اجيب الاولاد المدارس واجي راجع 12 حنواصل بس لحد الصلاه وبعد ذاك نوقف كويس نعمل بس ستوب للبتاع ده ونجي نواصله بعدين. يلا السلام عليكم. السلام على 12 كده ان شاء الله بنجي راجع الاولاد يا مدارس. أحمد أنا شغال أقرأ ما تعمل لي إزعاج مش طلع ملابسك ده ما كده
طيب نحن الريكورد جانا. طيب تكلمنا اول حاجه عن السرومبولايسيس، وقلنا السرومبولايسيس بيتم خلال 4 ساعات ونص، وتاكد انه ما في هيموريج، وفي حاجات ابسولوت كونتر انديكيشن، وفي حاجات ريليتيف كونتر انديكيشن، وي هاف تو تيك كير ان المساله بتاع شنو السرومبولايسيس. طيب نجي للثرومبوكتومي. طيب الثرومبوكتومي 200 اذا كان فيش عندك اسكيوت اسكيميك ستروكس. طيب خلاص ابدا اقرا السبيلنج الان. عندك الان وقت لسه 4، هي الحصه بتاعت الساعه 4. عليكم السلام، تفضل تفضل. طيب قلنا الميكانيكال ثرومبوكتومي قال لك از existing new treatment option in the patient with acute ischemic stroke. يعني عاملون زيهم وزي شنو؟ زيه زي المايكارد انفاكشن. قالنا is incorporate recommendation في 2019. It is important to remember that the significant resources and senior personnel to provide شنو such service 24 hours a day. ما من يدربوا الناس حاجات زي دي ويظبطوا الامور. نايس قال لك recommend that the decision about thrombectomy take into account the patient overall clinical status. نايس recommend a pre-stroke functional status or less than C on the شنو on the modified Rankin scale. يعني زول قبل الاستروك يكون كويس ويكون عنده شنو على الاقل اقل من 3 modified شنو Rankin scale. And the score of more than 5 on the شنو on the national health institute stroke scale. يعني يا اما زول السكور بتاعه يكون اكثر من 5 في الناشونال هيلث، او يكون ليس عن 3 شنو في الموديفاي شنو رانك سكيل، او البيشن يكون شنو الكونشس بتاعه قبل والفانكشن بتاعته قبل الاستروك كانت شنو طيبه. طيب اوفر ثرومبوكتومي as soon as possible قال within 6 hours of symptoms، يعني خلال 6 ساعات، يعني قبل الثرومبولايسيس خلال شنو؟ خلال 4 ساعات ونص. هنا الثرومبوكتومي ممكن لحد 6 ساعات تعملها للبيشن، الوضع بيختلف عن شنو؟ عن الماركارد انفاكشن هناك 120 دقيقة. طيب together قال لك with the intravascular thrombolysis، يعني ممكن نعملهم الاثنين اذا كان البيشن جا شنو خلال خلال 4 ساعات ونص. To the people who have acute stroke and it confirms the occlusion في proximal anterior circulation. يعني جدا يعني ما تكون الاوكلوجن في الديستال، الاوكلوجن في حته انت ممكن تصلها بالكاسيتر في الانتيريو في البروكسيمال بتاعت القريبه بروكسيمال انتيريو سكريم ديمونستريتد باي ذا كمبيوتد شنو توموغرافي سي تي اي او عن طريق شنو الام ار اي سواء كان شنو المهم انجيوغرافي سواء كان سي تي او شنو او ماجنتيك ريزونانس. Offer a thrombectomy قال لك as soon as possible to people who were last known to be well. الناس اللي كانوا كويسين between 6 hours to 24 hours previously including شنو ال wake up stroke، الناس اللي جاءوا هم كانوا شنو صحيح يعني تمام، اللي هي حته قبل شنو البري ستروك، ان زول ال كان كويس اموره طيبه احاول اعملها له as soon as possible عشان يرجع طبيعي ويستفيد منها. وفي نفس الوقت شنو confirm انه شنو انه البيشنت عنده proximal anterior occlusion demonstrated عن طريق CTA أو MRA and قال لك if there is a potential to sleeve brain tissue. إذا كان في potential ل sleeve brain tissue. Sleeve brain tissue دي بدول عارف عنها حاجة. Sleeve brain tissue كلمة sleeve ذاتها معناها شنو؟ يقول لك عشان تنقذ يعني تنقذ الكش من الدمج يعني سليب يعني تو سيف تنقذها يعني لسه ما اموره ما قال وير كيل اور ديسيبل شيب او حاجه زي دي انقاذ نجده. المهم سليف قال لك برين تيشو عشان تنقذ البرين تيشو. As shown قال لك by the imaging on such as CT perfusion or diffuse you know weighted MRI sequences shown قال لك limited impact or you know for polio.
طيب قال consider thrombectomy together with intravenous thrombolysis if within 4 ساعات ونص، يعني الأربع ساعات ونص أعمل شنو؟ أعمل thrombectomy مع thrombolysis as soon as possible for people who last known to be well خلال 24 ساعة including شنو؟ wake up stroke. تمام؟ who have galactic ischemic stroke and confined occlusion of proximal posterior circulation that the basilar or posterior cerebral artery demonstrated عن طريق CTA أو MRA and if there is potential to sleeve brain tissue إنك تقدر تنغز البرين as showing like by the imaging such as CT perfusion or diffuse weighted MRI sequence or showing like limit impact. طيب الثلاثة جمل دي كلها بتتشابه مع بعض يعني ما في فرق بيناتها كثير. يعني الأولى قال إنه إنك تدي ثرومبكتومي خلال 6 ساعات ثرومبكتومي خلال 6 ساعات أو البيشن جايك شنو خلال 4 ساعات ممكن تعمل معاها شنو ثرومبولايسيس إذا كان البيشن عنده شنو عنده أكيوت هيموراجيك أكيوت إسكيميك ستروس وعندها كونفير في البروكسيمال انتيريور سيركوليشن عن طريق سي تي بي اي او حاجه زي يعني في المرحله الاولى انت يؤكدت انه البيش عملت له ام ار اي او عملت له سي تي اي اكدت انه عنده بروكسيمال انتيريور سيركوليشن وجا خلال 6 ساعات من الاستروك او جا خلال شنو 4 ساعات من الاستروك. الحته الثانيه انه البيش حتعمل له فقط 24 ساعه اديشنو يعني عندي رينج يعني 24 ساعه ممكن ادخل ثرومبكتومي هي 6 ساعات ما في طعن صح؟ هنا كاتب between 6 and 24 hours previously دي ولا قصد شنو يعني في النقطة دي من 6 24 ساعة دي شنو؟ الفقرة الأولى قصدك يا دكتورة؟ أوفر أيوة ثرومبكتومي ما دي تقريبا أيوة. الناس شو بيت هو were last known to be well between 6 ل 24 يعني خلال اليوم اللي قبله كانوا كويسين تماما صحوا من النوم عندهم الاستروك دي انك تشتغلي انه الناس دي كانوا خلال 6 ساعات لل 24 ساعه الماضيه كانوا كويسين مثال ويك اب ستروك بس ويك اب ستروك يعني الناس صحوا من قوم عندهم استروك داخلين في القصه دي الجديد في ديل شنو الجديد في ديل يعني ما شرط تعتمد السي تي اي او الام ار اي يعني ممكن حتى تستخدم السي تي بيرفيوجن العاديه الشرط الاول قال لك لازم يكون عندك ام ار اي انجيوغرافي او شنو او سي تي انجيوغرافي لا هنا اذا كان البيشن عنده ويك اب ستروك او انه خلال ال 6 ل 24 الساعه اللي فاتت كان كويس ممكن ايفن ما شرط اعمل سي تي اي او ام ار اي فقط تعتمد السي تي بيرفيوجن او الديفيوز ويتد ام ار اي وبناء عليها انت شنو ممكن تنغز المريض يعني عندك هنا الان خيارين خيار بتاع السي تي اي اللي هو نفس الخيار الاول لكن طالما البيشن انت عارفه خلال 24 ساعه كويس او اموره طيبه ممكن بناء على السي تي بيرفيوجن او الديفيوز ويت ام ار اي يو كان شنو ممكن تعمل بوتنشال او ممكن شنو تعمل الثرومبكتومي يعني هنا الفكره حقت 4 ساعات ونص ما ضروريه لا هو 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 بشكل عام الشيء اللي عارفه انه الثرومبكتومي قال لك السون مش ثرومبكتومي ما ثرومبولايسيس يعني الأربع ساعات ونص ديل للثرومبولايسيس ايوه دي تقريبا هنا قصد الثرومبكتومي لكن اللي جاك بعد 4 ساعات ونص بعد في الحالة تعمل له الاثنين تعمل له الاثنين لا اذا جاك قل من 4 ساعات تعمل له الاثنين ايوه لكن اللي بعدها ثرومبكتومي بس بعدها دي ثرومبكتومي ايوه ثرومبكتومي بس as soon as possible ما بتقيد بزمن إذا أنا عارفة إنه من 6 ل 24 ساعة هو كان كويس كان كويس أيوة إنت لما نقول إنه خلال الله 6 hours معناها زول دليل الآن ما كمل 6 ساعات صح؟ يعني لسه على شيء جديد أيوة ممكن تعمل الثرومبكتومي إذا كان خلال ال 6 أو ال 24 ساعة البيشن ده كان شنو كانت أموره طيبة أعمل له ثرومبكتومي وحتى ممكن تعملها بناء على السي تي اي او الام ار اي او حتى كمان شنو سي تي بيرفيوجن عاديه ده لا اتاكدت انه اموره طيبه كانت طيب البيشن أيوه. نفس البيشن ده ذاته نفس البيشن ده
اذا جاء خلال 4 ساعات انت ممكن تعمل له ثرومبكتومي وتعمل له انترافينس ثرومبولايز في الاثنين. ايوه تمام. ايوه اذا الموضوع الان شنو واضح؟ جاك البيشن خلال 4 ساعات ونص وانت ما عارف الهيستوري بتاعه اعمل له ثرومبولايسيس ثرومبكتومي. يا خلال 6 ساعات وما عارف الهيستوري بتاعه لكن تاكدت انه الام ار اي او السي تي بتاعته ضاربه اعمل له ثرومبكتومي خلال 6 ساعات. جاك البيشن وانت عارف الهيستوري بتاعه خلال ال6 ساعات او ال24 ساعه البيشن كان اموره طيبه او عنده ويك اب ستروك كان بنام اموره طيبه، في الحاله دي ممكن تعمل له شنو؟ ثرومبكتومي. نفس البيشن ذاته اللي هو كانت اموره طيبه امبارح لكن جاء خلال 4 ساعات ونص تعمل له ثرومبكتومي وثرومبولايسيس مع بعض. وضحنا الثلاثه جمل دي. طيب ميزه واحده في حته البيشن اللي عنده اللي كنت عارفه انه خلال ال6 ساعات او ال24 ساعه الماضيه اموره طيبه، يعني ما شرط تمام مغيد بالسي تي اي ولا مغيد بالام ار اي، ممكن حتى مجرد سي تي بيرفيوجن او ام ار اي بناء عليها يو كان تيك ديسيجن وتنغز حياته. والكلوجن يكون في البروكسيمال سواء كان انتيريور او بوستيريور. فيه كل هنا الكلوجن يكون في البروكسيمال لانه انت ما تقدر تخش بالكاسيتر للديستال. كل هنا الكلوجن بتاعي يكون في البروكسيمال. كويس؟ طيب السكندري بريفيشن. الان خلصنا من الحته بتاعت البرايم بريفيشن، اديناه اسبرين، اديناه ستاتين، اديناه ثرومبولايسيس بعد اديناه انتيكوجولاس بعد 14 يوم، حاجات زي دي جاك في الفتره الاولى. قدرت تعمل له ثرومبولايزيس خير وبركه، قدرت تعمل معاه ثرومبكتومي وعندك الفاسيليتيز في المركز يكون خير وبركه، قدرت تعمل الاثنين يكون خيرين وبركتين. نجي بعد ذاك البيشن بعد شنو مرق من الحته بتاعت الداني تحتاج شنو لسكندري بريفيشن. طيب قال لك النايس ببلش قال لك تكنولوجيا بيز في 2010 انه استخدموا الكلوروبيدرين وشنو والدايبرامادون. طيب الريكومنديشن بتاعتهم قالوا الكلوروبيدرين is now recommended for nice قال لك in the combination use of aspirin plus شنو plus modified release شنو dimethylridone. تمام يعني ممكن نستخدمه شنو use قال of aspirin plus شنو dimethylridone. طيب imbibol قال who have شنو who have ischemic stroke. طيب aspirin قال لك plus modified release dimethylridone قال لك they are now recommended after ischemic stroke only if الكلوروبيدريل as contraindicated. يعني الكلوروبيدريل الآن هو محفز لكن إذا الكلوروبيدريل contraindicated ممكن تدي البيشن شنو أسبرين أو modified release شنو dimethylridone. طيب or قال لك not tolerated برضو but treatment is no longer than شنو is no longer limited than شنو to 2 years duration. يعني لقى شنو سنتين البيشن يعني. طيب الام ال ال الموديفايد ريليز دايمريدون قال لك الون از ريكومندد شنو فور اسكيميك ستروك اولي قال لك اف اسبرين اور كلوروبيدريد شنو ذا ار كونترا انديكيتد او شنو اور نوت توليريتد. كويس لقيت الكلوروبيدريد كونترا انديكيتد او الدايم ممكن تستخدم شنو الدايمريدون شنو انا لون او الاسبرين ما استخدم. اجين نو ليميت قال لك ديوريشن فور تريتمنت تبدا على طول وتخلي البيشنت. طيب قال له with regard to carotid artery endoscopy in the limit to 2 years as a buffer line. مقصود for life حياخذ العلاج صح؟ ولا شنو؟ no longer limit to 2 years duration. no limited. انا ما عندي فكره محدده ما سنتين ولا كده ياخذوا على طول؟ على طول شباب. طيب قال له with regard to artery in the artectomy كويس carotid artery in the artectomy قال لك recommend if the patient has suffered شنو stroke or a TIA in the carotid territory and is not شنو severely disabled كويس. قال لك should be considered if a carotid artery stenosis اكثر من 70% according to شنو according to the European carotid surgery trialist collaborative group أو يكون شنو أكثر من 50% according to شنو the North American symptomatic carotid endarterectomy trial. تمام يعني الناس اللي بيجيهم thrombosis أو ischemia نتيجة للcarotid artery ده ممكن نعمل لهم شنو
كاروتيد ارتري اند ار اند ارتكتومي. كويس، ودي نعملها للناس اذا كان الاستينوزيس باكثر من 70% لليوروبيان، او في بعض الدراسات زي النورث امريكان سيمبتوماتيك كاروتيد ارتري تريال اتكلمت قال انه لحد 50% بلوك او استينوزيس في الكاروتيد ارتري ممكن نقول. احنا هنختم بالسيشن ده ونعمل له ملخص، وان شاء الله نشوف الترتيبات ليوم بكره. قلنا انه الاستروك البيشن اللي بيجينا بالاستروك حسب النايس جايد لاين في 2019 انه اي بيشن جاي بالاستروك ضبط الاكسجين والهايدريشن والجلوكوز وتمتين تو ذا نورمال البلد بريج، احاول انه نوت لور ات الا اذا كان البيشن عنده هايبرتنسيف فالوباسي، ادي الاسبرين بجرعه بتاعه 300 ملي جرام اورالي اور ريكتالي as soon as possible انك انت قلت البيشن ما عنده هيموراجيك ستروك. البيشن عنده اتريال فيبريليشن وتاكدت انه ما عنده هيموراجيك ستروك، حاول اديه الانتي كواجولانت لكن ما تديها الان، اخرها 14 يوم وتبداها. البيشن عنده كوليسترول عالي ما تبدا له استاتين طوالي، هو محتاج استاتين لكن نبدا له بعد 48 ساعه. بيجي بعد ذاك البيشن اللي جاك في الاكيوت اسكيميك ستروك ممكن تعمل له ثرومبولايسيس. الثرومبولايسيس اذا كان بتعمل، اذا كان ما عندك يعني فاسيليتي لشنو لانك تعمل ثرومبكتومي. الثرومبولايسيس من الشروط انه تعمله خلال 4 ساعات ونص، وانه تتاكد انه ما في هيموريج. وفي حاجات ممنوع تماما تعمل فيها ثرومبولايسيس اللي هي زي الانتركيني هيبايتنشن والسيزر والنيوبلازم والسب اراكانويد هيموريج والبريجنسي والاكتيف بليدنج والاسفاجيه الباريسيس. وفي حاجات يعني هي ابسوليوت لكن تمبوري مربوطه بزمن، زي البيشن عنده ستروك او تروما بتاعت برين خلال 3 شهور، او عنده لمبر فانكشن خلال اسبوع، او عنده جاسترو انتستال هيموريج خلال 3 اسابيع. دي كلها حاجات مربوطه بزمن. تمام، نجي في حاجات ريليتيف بناء عليك انت، مثلا عنده كونكرنت انتي كوانجوليشن، مثلا لقينا الاي ان ار بتاعه عالي حاول ظبط الاي ان ار وتعمل هيموليس هيموراجيك دايريسيس، ممكن يحصل لك بليدنج active diabetic hemorrhagic retinopathy suspected intracranial thrombus major surgery trauma proceeding to this. نجي بعد ذلك للمسألة شنو بتاع شنو الثرومبكتومي للأكيوت اسكيميك. قلنا الثرومبكتومي هي حاجات جديدة من 2016 بدأت الجايدلاينز، وإنه important إنه قال لك الناس الآن بدوا يوفروها إنه تكون شغالة 24 ساعة عشان تستقبل البيشن وعالجوه. وقلنا decision about the thrombectomy قال لك take into account over all status، الوضع بتاع البيشن قبل ما يجيه الاستروك شنو، والسكور بتاعه الان الحالي شنو، وضعه كله شنو، سواء كان بناء على الرانكين سكور او بناء على شنو الناشونال انستيتيوت اوف هيلث ستروك سكيل. طيب عندنا 3 يعني سيناريو بناء على احنا بندي الثرومبكتومي. البيشن اللي بيجي وانت ما عارف الهيستوري بتاعه لكن جاء خلال 6 ساعات ممكن تعمل له ثرومبكتومي، وعنده بشرط انه عنده شنو، عنده بروكسيمال انتيريور سيركوليشن اوكلوجن واكدته عن طريق السي تي اي او الام ار اي، وجاك وانت ما عارف تاريخ وضعه شنو ممكن تعمل له ثرومبكتومي. البيشن ده اذا جاك قولك انه لسه ما تم 4 ساعات ونص ممكن تعمل له ثرومبكتومي وتعمل له معاه شنو الثرومبولايسيس. طيب السيناريو الثاني بيشن جاي بكونفيرمينج بلوك في البروكسيمال شنو انتيريور سيركيليشن، سواء كان بسي تي اي او CTA أو MRA أو CT perfusion أو MRI عادية. البيشن ده أنت عارف الهيستوري بتاعه إنه زود دخل على 6 ساعات أو 24 ساعة الماضية كانت أموره طيبة بما فيها شنو ده، فده ممكن تعمل له ثرومبكتومي. تعمل له شنو ثرومبكتومي. طيب نفس البيشن ده كانت أموره طيبة وكل شيء خلال 6 أو 24 ساعة الماضية، لكن جاء خلال 4 ساعات ونص في الحالة دي أنا عمل لي ثرومبكتومي وإنت رابينا سنو ثرومبولايسيس. تمام؟ طيب نيجي بعد ذلك للمسألة بتاع السكندري بريفنشن. السكندري بريفنشن مهم جدا إنه الكلوروبيدريل يعتبر هو الكينج في المسألة بتاعة البريفنشن، وأهم ما فيه إنه الموضوع ده ما مربوط بسنتين أو سنة، يعني يستمر شنو نو ليميتد ديوريشن. يبقى بعد ذلك في خيارات أنا أدي الدواء. المهم أول حاجة أبدأ كلوروبيدريل. الكلوروبيدريل ما نفع معاهم كونترا انديكيتد نوت توليريتد لاي مصيبه زمان، خدت البيشن في اسبرين زائد موديفايد شنو موديفايد دايبرميدون. الاسبرين ذاته قال لك ما بقدر عليه، خدت البيشن في شنو في موديفايد دايبرميدون، يعني ما في له طريقه لازم ياخذ واحد. طيب نجي بعد ذاك يعني الدايبرميدون ده براه يعتبر اضعف الايمان،
يعني خلاص انه ما في حل، الاسبرين ما داير والكلوروفيدين ما داير. نجي بعد ذاك للمساله بتاعت شنو الكاروتيد، الناس اللي بيجيهم يعني 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 ستروك نتيجه لمشكله في الكاروتيد، نتيجه لثرومبس شوتنج من الكاروتيد ارتري، ديل ممكن نعمل لهم اند ارتروبتومي. والاند ارتروبتومي دي بتدعمل اذا كان البيشنت عنده تي اي اي او كاروتيد تيشري نوت سي في شنو ديسبلي. طيب البيشنت ديل بنعمل لهم اندو ارتروبتوم اذا كان عندهم كاروتيد ستينوزيس باكثر من 70% اكوردنج لليوروبيان كاروتيد ترايلز دي، او نتيجه الناس الامريكان بيقول لك حد 50% والبيشنت عنده تي اي اي وما عنده تير شريه، يعني ما عنده لولو حاجات زي دي، وممكن تعمل له شنو في حتى كاروتيد ستينوز ب 50% ممكن تعمل لهم الاندو ارتروبتوم. تمام، نوقف هنا إن شاء الله، نمشي الصلاة ونواصل إن شاء الله مع دكتورة رشا بعد الصلاة. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.